مساء الخير، مساء الهنا والسرور على كل مشاهدينا ومتابعينا، متابعي سيداتي انساتي قناه دريم. النهارده زي العاده هيكون معانا الدكتوره هاله حماد، استشاري علم نفس الاطفال والمراهقين، في ميعادنا الاسبوعي في فقره اولادنا. الحقيقه النهارده هنناقش موضوع مهم قوي، وهو الاسبوع اللي فات كده لطشنا فيه على السريع وحبينا ان احنا نكمله النهارده، وهو الحب عند المراهقين. ازاي اولياء الامور يتعاملوا لما المراهق او المراهقه تيجي تقول انا بحب، رد الفعل السليم يكون ازاي؟ طبعا هننتظر تليفوناتكم على الارقام اللي هتظهر على الشاشه، وايضا تفاعلكم معانا على صفحتنا على الفيسبوك. على فكره الموضوع ده مهم قوي، لان دلوقتي مع الانفتاح الحقيقه ان كلنا بقينا فيه، بقى طبيعي جدا ان العيال بدري كمان، يعني اللي كانوا بيعملوه زمان وهم عندهم 16 بقوا بيعملوه دلوقتي وهم عندهم 13. لكن الاب او الام طبعا بيبقوا شايفين عيالهم لسه ما طلعوش من البيضه، وتلاقيها جايه تقول لك او جاي يقول لك انا بحب يا ماما. طبعا هتتصرفي ازاي؟ هتعملي ايه؟ بابا كمان دوره ايه في هذا الموقف الشائك جدا؟ ده اول فقره هتكون معانا. الفقره الثانيه الحقيقه بقى يمكن رواد الفيسبوك هيبقوا عارفين كويس قوي ضيفي فيها، لان هو الحقيقه صفحته عليها ملايين تقريبا، وبيلقبوه بان هو سفاح الفات. اسلام ادريس النهارده هينورنا. الناس بقى اللي بيتفرجوا زي ما قلت لكم ليهم في الفيسبوك هيبقوا عارفينه كويس جدا، هو ساعد ناس كتير جدا 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 ان هم يفقدوا وزن. عنده صفحه ليها علاقه بالتغذيه، بيقدم نصايح كتير جدا للناس ازاي يفقدوا وزنهم وازاي يحافظوا على وزنهم، وازاي كمان يعني اللي عايز يتخن كمان يقدر يعملها ازاي بشكل صحي. وهو طبعا هننتظر برضو تليفوناتكم على في الفقره بتاعته علشان تقولوا لنا رايكم ايه، ولو عندكم اي اسئله حوالين هذا الموضوع. طبعا كلنا خارجين رمضان يا جماعه، يعني حالتنا صعبة شوية، فإن شاء الله هنحسن الموضوع ده قبل ما الشتاء يخش، لأنه طبعا الشتاء لوحده كارثة، يعني البرد بيحب الأكل. هيكون لنا كمان لقاء مع الدكتورة أميرة النادي اللي هتجاوب على كل أسئلتكم اللي بتبعتوها لنا على اللي بتخص مشاكل البشرة والشعر. وختام الحلقة هيكون مع الدكتور مصطفى رجب، أخصائي الجلدية والليزر، واللي هنعرف منه إزاي نعالج مشاكل البشرة الصعبة طبيا، وإيه الأجهزة والعلاج المناسب لمشاكل زي حب الشباب أو إجهاد وإرهاق البشرة، وطبعا الهم الأكبر التجاعيد. يلا بينا بقى ناخد جولتنا سريعا في عالم السوشيال ميديا. واول خبر معانا الحقيقه لذيذ جدا، هو عن راجل محترم اسمه المهندس محمد سمير. الراجل المحترم ده يا جماعه متعود كل سنه في عيد جوازه يفاجئ مراته بلقطه حلوه ما تتنسيش. مش بس بيكتفي بهديه وخلاص، يعني مثلا في سنه يقول لها ان هم هيطلعوا رحله شرم الشيخ، ولما تروح المطار وتتفاجئ انهم طالعين عمره. السنه دي بقى حجز اشيك واكبر قاعه في السويس، واتفق مع اقرب صحبه ليها ان هي تقنعها تنزل معاها تشوف قاعات علشان هتعمل فيها مناسبه، وعزم اصحابها واصحابه، وقرر ان هو يعمل لها فرح من اول وجديد. راحت مع صاحبتها القاعه على اساس ان هي تدخل تتفرج عليها، وهي داخله لبسوها طرحه العروسه، فاستغربت. اقنعوها ان كل فتره القاعه بتختار شخصين يصوروهم ويعملوا لهم زي فوتو سيشن، وهي فازت ودخلت القاعة بهذه الروح بالطرحة، عشان هم هيعملوا لها يعني هذه اللقطة الظريفة. نورنا على التليفون الحقيقة الزوج المحترم الفريد من نوعه المهندس محمد سمير. الو الو، مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا فندم. والله يا فندم حضرتك حقيقة حضرتك موجود معانا فعلا؟ يعني في ناس كده موجود؟ طبعا يا فندم، المفروض ان في ناس كثيرة تبقى زي كده، بس انا اللي ظهرت يعني، لكن في ناس افضل مني بكتير كمان. طب انا قبل بس ما اكمل كلامي مع حضرتك نشوف الفيديو سريعا ونرجع نكمل كلام مع حضرتك. Yes.
باشمهندس، في ناس احسن من كده؟ في حد ممكن يعمل احسن من كده لمراته يا باشمهندس؟ ربنا يخليك يا رب. انا متشكر طبعا على المقدمه الممتازه جدا اللي حضرتك اتكلمتني بيها، وليا الشرف ان انا اكون مع حضرتك في البرنامج. يا فندم حضرتك منورنا. انتوا بقالكم متجوزين قد ايه؟ معلش الصوت مش واضح. بقالكم متجوزين قد ايه؟ بقالنا 7 سنين. 7 سنين وعندكم اولاد؟ عندي كندا 4 سنين ونص، ولسه ربنا رازقني بولد اسمه يامن من شهر 3. ربنا يخلي. طب رد فعل اولادكم او كندا بقى، يعني لان اكيد الولد صغنن مش مركز، كندا كان رد فعلها ايه؟ كانت فاهمه اللي بيحصل ولا ما راحتش، ما حضرتش الحفله؟ لا دي كانت فاهمه ومركزه جدا، وكانت غيرانه كمان لان هي متعلقه بيا قوي. غيرانه جدا من مامتها. بس انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، انت بتأذيها على فكره، عشان البنت دي هتدور على راجل زيك تتجوزه ومش هتلاقي. اللي موجودين دلوقتي ما بقوش كده خلاص. يعني عارف حضرتك ازاي؟ تنصح الرجاله بايه علشان يخلوا الرومانسيه موجوده في حياتهم مع زوجاتهم؟ والله انا بقول لكل راجل ممكن يكون سامعني دلوقتي، لازم يحط الست المرتبطه بيه ومرتبط بيها طول حياته جوه عينيه فوق راسه، لان دي شريكه حياتك. يعني دي الانسانه اللي بتشوفك بتعبك، بتشوفك بفرحك، بتشوفك المود اللي مش كويس، المود اللي كويس تستحق منك ان انت تشيلها فوق راسك من فوق. يعني لا، الانسانه دي هي النفس اللي انت المفروض بتتنفسه. فلازم يكون الراجل جدير ان هو يقدر يخلي الست سعيده ومبسوطه وعايشه احلى لحظات حياتها وهي معاه. ربنا يبعد عنكم العين نمره واحد مبدئيا، ويسعدكم. وتحياتي للزوجه اللي برضو اكيد هي يعني عرفت كويس قوي انها تكسب قلب زوجها وتخليه يتعامل معاها بالطريقه دي. يا ريت حضرتك توصل لها تحياتنا. طبعا اكيد، وانا بطلق على زوجتي من منصه البرنامج عند حضرتك، بهديها مفاجاه وبلقبها باميره مصر من خلال برنامج سيداتي انساتي. فارجو ان هي تكون كمان دلوقتي، او اامل ان هي تكون سامعاني وشايفاني على التلفزيون. منا حبيبه قلبي، انت بالنسبه لي اميره مصر. خلاص ده خير ختام، انا مش هتكلم اكتر من كده. ميرسي جدا لوجود حضرتك معانا. الحب جميل يا اولاد، الحب جميل فعلا. يعني خش بقى على الخبر التاني. انا ماليش نفسي اكمل الحلقه على فكره، انا ممكن اروح بعد الكلمتين دول عادي جدا يعني. الضيوف اللي بره كمان يروحوا، لان يعني اللي احنا شفناه ده يا جماعه خلاص ما بقاش موجود يعني. المهم، رواد الفيسبوك من امبارح وهم بيعملوا شير لصور، صوره بنت عندها فرح من اقاربها، فهي قررت ان هي تعمل فستان من قماش التنجيد. على فكره عملت الفستان سواريه، وللجيل الجديد طبعا اللي ما عندوش فكره ايه هو قماش التنجيد ده يا جماعه، كنا بنعمل بيه زمان المراتب. زمان الناس ما كانت بتيجي بتتجوز كنت تلاقيهم كده فرشين قدام البيت وبينجدوا في قماش معين للمراتب. هي قررت ان اسماء عملت منه فستان، والله يعني انا معجبه جدا بيها الحقيقه، لان هي المثل طبعا بيقول لك البس اللي يعجبك وكل اللي يعجبك البس اللي يعجب الناس. هي قررت ان هي تعمل حاجه خارج المألوف وبره الصندوق زي ما بنقول، ومش وحش الحقيقه، حلو بالعكس يعني. وده مثال كده شفته البنت المصريه لما تحب كده تبقى مدبره وتعمل فكره جديده وحاجه لطيفه وكمان حلوه وشيك، فاحنا بنحييها جدا من خلال سيداتي انساتي. تاني خبر بقى، اخر حاجه موجوده معانا هي النهارده، زي النهارده رحل عن عالمنا الممثل طبعا العالمي لورانس العرب دون جوان عمر الشريف. عمر الشريف طبعا النجم المصري والعالمي، صاحب رصيد سينمائي مهم جدا جدا جدا، ترشح لجائزة الأوسكار ونال 3 جوائز جولدن جلوب وجائزة سيزار. وهو مولود في 10 أبريل 1932 في الإسكندرية. طبعا لو قعدنا نقول أفلام عمر الشريف مش هنكفي يعني، لكن كلنا عالق في أذهاننا دايما أفلامه مع سيدة الشاشة فاتن حمامة، ومثلوا مع بعض 5 أفلام هي أيامنا الحلوة، صراع في المينا، لا أنام، سيدة القصر، صراع في الوادي، وكان آخرها صراع في الوادي أنا أسفة، وكان آخرها نهر الحب. شارك في الفقرة من 1954 ل62 في أكثر من 20 فيلم، إلا أن كانت انطلاقته إلى العالمية على إيد المخرج العالمي الإنجليزي ديفيد لين، لما عرض عليه أنه هو يقوم بدور في فيلم لورنس أوف أريبيا،
وقدم بعدها عمر الشريف للسينما العالمية أفلام كتيرة ناجحة، فاني جيرل وديالوي رولز رويز، وعمل كمان دكتور زيفاجو طبعا من أحلى أفلامه. تعالوا نشوف مشهد من أحد أفلام العظيم الراحل عمر الشريف ونرجع نكمل مع حضراتكم. الله الزهرة بعدت قوي. والله أنت اللي بعدت. أنا زعلانة منك. مني أنا؟ طول ما أنا جاية في القطر وأنا بفكر كان متهيألي إنك هتكون واقف مستنيني، لكن للأسف لقيت زرياد واقف لوحده بعبط وكده. ضايقت خالص، كنت لابسة فستان حلو وموضبة شعري عشان أوريك إنك كنت غلطان لما كنت بتقولي وإحنا صغيرين يا وحشة. بس مين كان يصدق إن بنت مقروضة زيك هتبقى زي القمر كده؟ أنا كنت مقروضة؟ مش كنت بشيلك على كتفي؟ أنت؟ وسنتك كانت مهرتمة؟ أنا؟ وبتقولي إذ 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 إذكت يا أحمد، ما تقوليش يا بطل. إيه ده؟ مالك يا أحمد؟ تأسف، أنا زودتها شوية. بتهزر ولا بتقول جد؟ الظاهر نسيت إنك بنت سعادة الباشا وأنا أحمد ابن الناصر. إيه اللي بتقوله ده؟ جرى ايه؟ واحنا صغيرين كنت بتيجي السرايا في الحفلات واتفرج من ورا السور. احمد اخفى عليك، كانت جزمتي مقطوعه وحالتي بالبلا. ندهتيني انكسفت ودخلت، لكن فضلت واقف متسمر. بقيت عاوز اخرج ومش قادر، خايف امشي القطع يبان واصحابك يضحكوا عليا. يا احمد ده انا نفسي كنت ببقى غريبه في وسطهم. تعرف لما بابا بعت لي ارجع البلد طرت من الفرح، لما ندهتلي وقلتلي يا بطاطس اتلخبطت خالص ونزلت من العربية وجيت لك ومبقتش عايز امشي. امال انا كنت اقصد ايه تاني؟ مفيش حاجة. طب اضحك. عرفنا ان في بنت قررت انها تعمل مشروع مطعم مصنوع كله من مخلفات البيئة عشان يبقى المطعم ده صديق للبيئة وبيقدم اكل بيتي صحي ومفيد. نزلنا فورا صورنا المطعم الفريد من نوعه ده واتكلمنا مع كاترين صاحبة المطعم، والحقيقة ان الديزاين بتاع الريستوران بترابيزاته وكراسيه وكل حاجة مصنوعة فيه من حاجات قديمة، هي عملت حاجات بايديها كلها حاجات للحفاظ على البيئة، مبهر جدا. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نبدأ مع حضراتكم فقرات حلقتنا. انا اسمي كاترين رأفت، اصلا كنت بشتغل مرشدة سياحية وستيل يعني بشتغل مرشدة سياحية. الفكرة ابتدت تجيلي ان احنا نعمل مطعم او نعمل حاجة ليها علاقة بمشروع اصلا او اي حاجة، لما الدنيا ابتدت طبعا بتريح جدا في السياحة لغاية ما قعدنا شوية كده فترة طويلة ما فيش شغل اصلا. فكرنا الاول ان احنا نعمل مشروع يبقى يعني مش محتاج بادجت عالية، محتاج بادجت قليلة عشان في نفس الوقت احنا ما كانش عندنا خبرة في موضوع المطاعم قبل كده. فعشان نقلل البادجت دي بدل ما نشتري اساس كله جديد وبدل ما نفرش حاجات غالية عشان المكان يبقى شكله حلو، فابتدينا نخش ندور على حاجات ممكن نعمل لها اعادة تدوير. فالموضوع لقيناه شكله لطيف، الحاجات نفسها شكلها احلى من ان احنا نشتريها جاهزة، في نفس الوقت ارخص كمان. تقريبا كل المكان اصلا قايم على اعادة تدوير، يعني الاعداد اللي احنا قاعدين عليها دي خشب البلاتات اللي بينقلوا بيه البراميل في المصانع، الترابيزات كمان في ترابيزتين كبار دول نفس البلاتات اللي احنا قاعدين عليها بدون اي تغيير في شكلها، بس عاملين اتنين فوق بعض ومغيرين بس اللون بتاعها. بنوصف نفسنا على اننا مطعم بيئي، بنقدم اكل فريش، مش بنشتغل في اي حاجات من الحاجات المجمده اللي بتتباع في السوق بره. اي حاجه بنقدمها في المكان احنا اللي بنعملها بنفسنا، يعني لو بنعمل بانيه او بنعمل سجق او بنعمل اي حاجه احنا اللي بنعمله هنا في المكان، بنصنعه بنفسنا مش بنجيبه جاهز من بره. فقد ما نقدر بنعمل اكل طازه للناس، وفي نفس الوقت بنعمل كل يوم كده بنعمل منيو خاص باليوم ده عشان بيبقى اكل مختلف شويه، يعني الناس اللي بتجيلنا كتير ما تزهقش.
الحب وسنينه، كان في زمان فيلم اسمه كده الحب وسنينه. الحب دلوقتي بقى بيبتدي بدري جدا جدا جدا، اولادنا لسه ما كملوش 16 سنه، وهو عاده ده السن اللي كنا زمان بنتخيل ان هنتكلم فيه يعني عن الحب، لكن تلاقي 11 و12 سنه وساعات قبل كده، وتلاقيهم جايين يقولوا لك انا بحب يا ماما، سواء ولد او بنت. وبقى في كده نوع من انواع الاريحيه في ان العيال تقول الكلام ده كانه حاجه عاديه، واحنا طبعا ما بنبقاش عارفين الرد فعل السليم. المفروض ان احنا نرد ايه، نتكلم ازاي، نوضح لهم الفكره كلها من ناحيتها، يعني من ناحيتنا كاب وام، هل نبقى عادي ولا المفروض لا ناخد جنب ونخوفهم من القصه دي. كل الاسئله دي بتدور في ذهننا في ثانيه من الوقت لما بيجي المراهق او الطفل يقول لك انا بحب. منورنا طبعا في الاستوديو دكتوره هاله حماد. مساء الخير دكتوره هاله. مساء النور، اهلا بيكي. حضرتك موافقاني على اللي احنا بنقوله ده؟ اه طبعا، وانتشر دلوقتي القصه دي. ومره جالي ولد في العياده 13 سنه قال لي اصل انا بحب عشان كل زمايلي حبوا فانا هعمل زيه. هو انا حقيقه ما بحبهاش قوي، بس انا كان لازم اعمل زيه. فحتى عشان تفيت ان انا اقبل من زمايلي فلازم ان انا احب زي الشيء المتوقع مني. وبيختلف من منطقه لمنطقه ومن بيئه لبيئه، وما ينفعش نغمض عيننا ونقول ايه لا لا انا ولادي مربياهم مش هيعملوا كده. احنا مربيينهم، بس في تطور طبيعي بيحصل في مرحله المراهقه. اولا خلينا نبتدي من الاول، هو الكرتون بيقول ايه، سنو وايت، سندريلا، كله فيه الامير حب. وكلها قصص حب، فاحنا واحنا صغيرين فرجناهم على قصص حب. ومستنيين امتى يكبروا عشان يبقى الامير او الاميره، فده طبيعي جدا. مرحلة المراهقة مرحلة تكوين الشخصية، مرحلة ان انا عايزة احس ان انا مرغوبة زي بقية البنات، والولد نفس القصة. المشكلة ان ابتدت القصة زي ما انت قلتي تبتدي بدري شويتين. يعني ابتدينا في سن 11 12، وده واقع ان البنات يبتدوا يقولوا انا بحبك انا بحبك. وطبعا سهولة التواصل الاجتماعي سهلت اللي كان الصعب زمان. فما بقتش بقى تليفون زي عبد الحليم وماما تاخد التليفون ومش عارفه اتصل، لا ده بقى في واتساب وفي حاجات كثيره جدا. حتى لو خدتي التليفون عن طريق بيتكلموا عن طريق ماسنجر عن طريق. فالحقيقه لا مهرب من المشكله دي الا التوعيه والقرب من ولادنا. طب خليه بقى، يعني انا برضه طبعا عايزه الامهات يا جماعه ويشاركونا ويكلمونا ويسالوا ويقولوا لنا مشاكلهم ايه في النقطه دي، وهل الموقف بيقف بس على ان يجي يقول لك ان انا بحبه وخلاص، ولا ممكن يبقوا عايزين بقى يبقى العلاقه مفتوحه اكتر من كده. كل المشاكل دي يا ريت تكلمونا طبعا وتتواصلوا معانا على ارقام تليفوناتنا. خليني اسال حضرتك على ارض الواقع. انا النهارده ام. خلينا نتكلم عن البنت الاول، لان عاده احنا مجتمع شرقي مغلق، والبنت عندنا من واحنا من وهي صغيره بنربيها على انه الكلام الفارغ ده. اوكي، لو جت بنتي وهي عندها 11 12 سنه، او بلاش 11 12، يمكن لو 11 12 انا هتجاهل الموضوع شويه وهقول لها ده لعب عيال. لكن لو جت لي البنت وهي عندها 15 سنه وقالت لي انا بحب، رد الفعل السليم مني كأم ايه؟ اسمع، اهم حاجه الاستماع. ليه؟ انت لو قلت لها ايه الكلام الفارغ ده، انت صغيره، انت خلاص قفلتي الباب، ما سمعتيش، وهتحب من وراكي وهتتصرف غلط من وراكي. فما ينفعش بقى وهقول لباباكي وهقول لاخواتك واللي يجوا بقى بالضرب وبالخناق دي طرق فاشله جدا. وانا شفت لدرجه ام حبست بنتها سنتين كاملين ما تروحش ما تخرجش من البيت، ما فيش موبايلات ما فيش اي حاجه عشان تتفادى قصه الحب. شوفي راحت للاكستريم. البنت حبت المكواجي. يا نهار ابيض. فهي احنا بقى نقول ايه؟ يبقى خلينا بالاول كده نسمع كويس، نتكلم، نناقش، ما نتعصبش، نتقبل ان البنت هتناكف وتبقى متمسكه قوي، والافضل ان انا كنت احذر. طب خلينا نعمل وقايه وبعدين حلول. خليني طب قبل ما اكمل مع حضرتك عن الوقايه والحلول، احنا نزلنا صورنا سالنا رد فعل الاهالي، تصرفوا ازاي لو ولادكم جم قالوا لكم ان هما بيحبوا. ناخد من ردود افعال الناس ونكمل كلامنا عشان يبقى على ارض الواقع. تعالوا نشوف معاكم. لما ابنك او بنتك اللي في سن مراهقه بيحبوا، بتتصرفي معاهم ازاي؟ هتصرف معاهم بالذوق وبالسياسه، يعني اوريهم الصح والغلط. في سن المراهقه ما فيش حب،
لما انا هعرضه هو مش هيقول لي بعد كده ومش هيصارحني، انما انا لما اتواصل معاه هيقول لي، وبحيث لما هيقول لي مش هيغلط. الاب والام يكون عينهم على اولادهم بسن الخطر ده، لازم اكون قريب منهم اعرف دماغهم ايه، مين الشخص دوت، اتصرف معاهم ان انا اشوف اللي هي بتحبه او اللي هو بيحبه ده كويس انسان كويس ولا وحش، لان طالما حبته يبقى هي عايزاه. المراهقه من الاجيال دي صعب جدا جدا، لازم تتعاملي معاها مش بعنف، بتتعاملي معاها برضا، تتعاملي معاها بتفاهم، احسن حاجه التفاهم. لما انت بتحب حد بتروح تقول لباباك ومامتك ان انت بتحب ولا لا؟ بقول لهم لا بحب. مامتي بتكون مبسوطه ان انا قلت لها حاجه زي كده، وبعدين بيعتبروني ان انا صديقهم علشان بقول لهم حاجه زي كده. لا والله ما بصارحش. ليه بقى؟ يعني بتكسف اقول حاجه زي دي. لو قلت له اصلا ممكن يموتني. والله انا بخلي الحاجه دي يعني بيني وبين نفسي. لا ما بقولش. دي حاجه تبقى صعبه يعني. والله هم هيتفاعلوا معايا قوي وممكن تتجرأ للضرب وكده. طبعا بقول لهم عادي يعني. عادي بيبقوا مبسوطين يعني، اللي هم يعني بيقعدوا يهزروا كده في الاول بس يعني عادي يعني مش حاجه. واضح من ردود الافعال على فكره ان الاهل في وادي والعيال في وادي تاني، بس الحقيقه اللي لفت انتباهي ان كل الولاد الصغيرين الصبيان يعني اللي بيعلقوا بيردوا بفخر واعتزاز ان هم بيحبوا عادي وبيقولوا لاهلهم عادي برضو. ناخد راي احمد على التليفون ونكمل بعد كده كلامنا. الو. السلام عليكم يا استاذه دينا. اهلا وسهلا. عليكم السلام. معاك احمد متكوي من المقاطعه الاهليه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اولا يا استاذه دينا الوقت المفروض انا متجوز عندي 30 سنه. ايوه ماشي. المفروض يبقى الاطفال اللي لو اعتبرهم اطفال المفروض دول اطفال لحد 15 سنه و16 سنه. المفروض لما حد يقول كده لوالده يقول له لا كده ذاكر وشوف وراك ايه، الحب ده مرحله تبقى ثانيه بعد التعليم المفروض يعني. فالتواصل الاجتماعي والتليفونات والكلام ده هو اللي سهل الامور دي. فالمفروض الاباء او الاسره هم بقى يوجهوا اولادهم على الصح المفروض، لان كل وقت وله اداب. مش كده ولا ايه؟ مظبوط طبعا. بس هي الفكره انك هتهاجمهم، وما هو الصح والغلط مش دايما بيبقى على هوا الاولاد، فانت لازم تسيسهم شويه. ايوه يعني خدهم بالسياسه وبالهدوء بحيث ان هو بيقبل كلامي المفروض يعني، مش بعصبيه عشان ما يعملش حاجه من ورايا يعني. تمام. ميرسي قوي لتليفون حضرتك ومشاركتك معانا. بس انا برضو يعني عايزين ننبه لنقطه، دايما الامهات بتتعامل في الموقف ده بشكل مختلف عن الاباء. الاباء بيبقوا ليهم طريقه في التعامل مختلفه حبتين، ودي يمكن من النقاط الاساسيه اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي مع الدكتوره هاله. بس حضرتك يا دكتوره هاله، مش ملاحظه انا قلت لحضرتك دي صحيحه، ان الولاد الصبيان الصغيرين بيتكلموا عن ان هم بيحبوا بمنتهى الفخر؟ مو صح، لان هو بيديله ده برستيج ان انا بحب وبتحب، وان انا البنوته الاموره اللي في اخر الشارع دي بتحبني، انا ما حبيتش حد غيري. وبيتفشخروا قدام بعض الصبيان وبيكلموا يمكن ساعات يبالغوا شويه. وده انا بقول هل انت محتاج تحب عشان تثق بنفسك؟ يعني ايه؟ هنرجع لنقطه الوقايه. ازاي اقي ولادي من المشكله دي اللي احنا لازم ما نحطش راسنا في الرمله ونقول لا ما فيش مشاكل، لا اولادنا مفروض ما يحبوش؟ لا ده مش واقع. هو يا ريت ان هم ما يقولوش كده، بس انا من هم صغيرين انا عامله علاقه قويه مع ابني او بنتي، بحيث ان هي بسهوله تيجي تقول لي اول ما حد يبتدي يعرض عليها الحب. مش انا حبيت، لا ده في فلان بيعاكسني. دي البدايه، فاقدر اعمل الوقايه. اتنين، انا اديتها ثقتها بنفسها، مش محتاجه واحد يسبل لها يقول لها يا قمر يا جميله. فانا بقول لها انت حلوه، انت اموره، انت شاطره، انا فخوره بيكي. دكتوره هاله، ما احنا كنا بنات، مهما اهلي قالوا لي يعني انت حلوه وجميله واموره، لما يجي بس مش هتبتدي بدري قوي. اللي بيبتدي بدري قوي اللي بلاحظه اللي هو عنده احتياج شديد للحب. كمان بلاحظ بعض الولاد اللي هم فاقدين الثقه يحب اكتر من واحده، ودي قصه ثانيه. يعني ايه؟ عشان كل واحده منهم تقول له قد ايه هي ان انت كويس، هو مستني الابروفل من امه، فبيستعوض عن مامته اللي دايما تنتقده بستات كتيره يقولوا له انت كويس، او بنات كتيره يقولوا له انت كويس وانا بحبك. ده عاده بيكمل كده.
بيكمل كده بالظبط، لانه عنده دايما احتياج للشعور بالذات، وهو دايما حاسس مش راضي عن نفسه، فعايز حد يقوله لا انت كويس. فيبقى انا بطلعه عنده ثقه بنفسه، بطلع فيه علاقه امنه. ففي بعض الولاد في التقرير قالوا انا اروح اقول لمامتي وبابايا مفيش مشكله، وبعض الولاد قال لك لا انا اتكسف. دي العلاقه مش علاقه امنه قوي، ان انا احكي لمامتي لو انا عندي مشاعر او حصل حاجه. طب هل ايه الفرق بين الثقه والبجحه؟ يعني البجحه ان اعمل حاجه غلط، يعني ايه انا خرجت معاها واتانججنا ورحنا مش عارفه فين وبتاع، يعني حاجه غير مقبوله، الغلط بتاع مجتمعنا. طبعا كل مجتمع له الغلط والصح بتاعه، لكن احنا من راينا كمجتمع مصري معظمنا هنقول لل 13 14 و15 ده ما ينفعش يخرجوا سوا، يمسك ايديها يجيب لها ياسمين يشربها مش عارف، احنا ما بنقبلش ده على اولادنا سواء صبيان او بنات. فده بقى يعني بيبقى جاي، وبعدين حسب بيقولها ازاي، ماما انا بصي انا حبيت واحده وخرجت معاها، ولا هو كده وانا سني كده، ويعني اعلم في خيرك الكبير. يعني الفرق، انا عايزه اقول لحضرتك على ملاحظه بقى، ما اعرفش انا كأم يعني بشوفها. طب باخد الاول التليفون. الو مريم. الو مساء الخير يا مريم. مساء النور. انت عندك كام سنه يا مريم؟ انا عندي 19 سنه. يا مريم انت بتحبي يا مريم؟ هو الصراحة أنا كنت وأنا أصغر من كده بحب، بس لما كبرت شوية حسيت إن الموضوع يعني أنا طفلة ماليش في الحب زي ما والدتي قالت لي ووالدي كلمني. يعني اقتنعتي بكلام الأهل؟ لما كبرت، يعني لما أنا كنت صغيرة كنت مانعة تماما إن أنا أفكر في الموضوع إن هما من طريقتهم وكده. تليفون قاطع. معانا رضوى. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا رضوى. والله انا عندي ابني. أيوة. انا يعني لو جالي وقال لي ان هو بيحب يوما ما، يعني انا لو هو مثلا اكبر خلص ثانويه عامه مثلا وخلص في الكليه انا هروح اخطب له على طول، لكن لو هو اصغر من كده هحاول اقنعه ان هو يستنى، عشان احنا طبعا مسلمين. تخطبي له على طول ازاي في السن البدري دي؟ استني بس يا رضوى، تخطبي له ازاي وهو لسه ما دخلش لا كليه ولا ذهنه اتشكل ولا عارف مستقبله هيمشي ازاي؟ ليه تخطبي له ليه؟ ما هو بقى اللي هو هعلمه بقى ان هو يتحمل المسؤوليه. يعني كان عندنا والله كان عندي زمايلي كتير في الكليه من وانا في سنه اولى يبقوا مثلا اللي خاطب بنت عمه وبيشتغل بعد الكليه، يعني شفت نماذج كتير اللي اتجوز واحنا في الكليه اصلا، اللي كاتب كتابه يعني ما شاء الله كلها نماذج ناجحه. فليه لا ما نطبقش كده واحنا كمسلمين؟ يعني ما فيش اي حاجه بتمنع طالما يعني طالما انا هربيه كويس وهأهله كويس ان هو يقدر على الخطوه دي فخلاص تمام. طب انت عندك بنات؟ لا ما عنديش بنات. طب لو نفترض ان انت عندك بنات وجالها واحد في ثانويه عامه ولا في اولى جامعه وقال لك ان وقالت لك ان انا بحبه وهو جاي هيخطبني، هتوافقي؟ هيبقى بالنسبه يعني لك ده عريس اهل للثقه وللمسؤوليه؟ ايوه على حسب شخصيته. والله هنشوفه ونقابله، بابا برضه يقابله ونشوفه، ولو كان كده هنوافق عليه. يعني مفيش حاجه بتمنع السن الصغير، يعني اسامه بن زيد قد جذب حلو وكان عمره 16 سنه، علي بن ابي طالب. لا دي مقارنه مختلفه، ده زمن تاني وعهد تاني والحياه كانت مختلفه. احنا النهارده بيوصلوا لسن 30 سنه ولسه ما كبروش اصلا. بالظبط، بس احنا لو ربينا نفس التربيه يعني ربيته على التربيه اللي هم كانوا زمان بيربوا بيها وطلعت فكره ناضج يعني وطبقت كل حاجه في تربيته وتعبت فعلا في تربيته، فليه لا؟ ما هو ده على حسب بقى هو شخصيته ساعتها. يعني انا لسه بقى مش عارفه، هو لسه ما جاش قال لي كده وهو لسه ما كبرش. هو عنده كام سنه بقى؟ ساعتها هنشوف. عنده سنه. بسم الله. طب كلميني كمان 10 سنين ماشي؟ ميرسي يا رضوى. والله بصي هي قالت كذا نقطة عجبتني. هي قالت انه أعلمه مش قضية حب للحب ونروح نتأنجج ونتمشى على الكورنيش، لأ لو بتحب بقى ومصمم عليها روح اقرا فتحتها. فأنا بحسسه بإحساس بالالتزام، ومش معنى ان هو خطب ان هو هيكمل، بس بيحس بالالتزام ويعرف ان مش بختار ونقي، يعني احب دي شويه وبعدين احب دي شويه. طب وهي بنات الناس لعبه دكتوره كل شويه يحب واحده يروح يخطبها وبعد كده يسيبها؟ لا هو احساسه انه خاطبها هيعلمه يلتزم حتى لو ما حصلش. طبعا نصيب مع البنت دي، المره الجايه هيفكر مرتين قبل ما هو يرتبط. وهي مش خطوبه، حتى لو قلنا قرايه فاتحه بس بنحط شكل او اطار رسمي لعلاقه مقبوله.
نيجي للملاحظه انا كنت عايزه اقولها لحضرتك. انا ملاحظه دلوقتي يمكن ان الاهل هم اللي اصبح عندهم تساهل شويه في موضوع الحب. يعني ممكن الاهل هم اللي يسالوا اولادهم هي ما بتحبيش، مفيش واحد كده، او تسال ابنها برضو مش عارفه ايه انا شايفاك مهتم. يعني يبقى في ان الاهل هي اللي بتفتح السكه للبنت او الولد ان هم يتكلموا في الموضوع ده، صح ولا غلط؟ صح ان انا افتح لهم السكه بطريقه مختلفه عن كده شويه، ولكن الغلط ان انا اقول انا بتوقع منك انك تكون في علاقه النهارده. فازاي الوردنج اللي بقوله بستخدم كلمات شكلها ايه؟ فلو انا قلت ايه، بصي طبيعي في سن المراهقه ان انت يعجبك واحد، بس بتبقي صغيره قراراتنا بتختلف، بس لو في حد عجبك برضو قولي لي احنا اصحاب يعني. فبفتح لها مساحه، هل في حد عكسك؟ هل انت كده فكرتي في حد وعجبك؟ لكن لما اقولها ما بتحبيش يبقى انا كاني بتوقع ان ده شيء متوقع وهي مقصره ومتاخره شويه في ان هي تبقى على علاقه. فازاي بحط كلام ده مهم قوي. لكن توقعي انا لازم اقول للبنت هيتعرض عليكي الحب، والكلمه دي مهمه قوي. لان البنات وهي بتكبر في ولاد معاهم في الفصل او في النادي او في السنتر بيبتدوا عايزين يحبوا فبيتقربوا من البنت. لو انا ما قلتلهاش كده هتفاجئ. الحاجة التانية هيتعرض عليك عن طريق صاحبتك، دي كتير قوي بشوفها، قضية ان صاحبتها تقول لها انا بحب فلان على فكرة صاحبه معجب بيكي، فيبقوا بنتين وولدين خارجين سوا. فدي بتحصل برضه. اقول لها ازاي تقولي لا، ازاي ان انت تعتزي باخلاقياتك بفكرك باعتزازك بنفسك، ازاي ان انت تختلفي، ان انا شكلي مختلف او كل البنات في الفصل بتحب ودي سمعتها كتير وانا لازم ابقى زيهم، لا انا مش لازم اكون زيهم. It's okay ان انا ابقى مختلفة. طيب ايه لو حست؟ يعني خلي بال حضرتك انا ممكن تيجي تقول لي او تتعامل ازاي البنت بالذات البنت مع احساسها ان هي مشدودة لواحد. حقها تتشد وحقها ان يعجبها ده ويعجبها ده، بس التصرف شكله ايه؟ يعني ممكن اقول الولد زميلي ده شكله لطيف امور ابن حلال طيب، وقفنا عند هنا. لكن لو ابتديت ابعت له مسجات وانا معجبه بيك وتيجي تشرب معايا قهوه فين ونقعد فين، ده بقى ابتدى يبقى فيه التصرف. رأي حضرتك ايه في الاهالي اللي بيسمحوا بكده وبيفتحوا المجال لكده؟ يعني في اهالي تقول لك يبقى كل حاجه قدام عيني. يعني لو بنت مثلا، خلينا نستخدم اللفظ الدارج بصراحه، لو البنت مصاحبه. بصي حسب السن، يعني الاهالي انا بلاقيهم بيقبلوا على سن 15 16، ده يعني ده احسن اهل قبلوا. وكتير من الاهل تقول لها طب بصي بس ممنوع تخرجي معاه، من حقه يكلمك في التليفون بس قدامي، انا من حقي ادخل شيشني على الموبايل واشوف الحديث اللي داير على الواتساب او ايميل او واتيفر في الماسنجر. فالام بتبقى اوكي انا عارفه، بس الرولز بقى ونظامنا مفيش خروج مع بعض من ورايا، مفيش مكالمات من ورايا، تعالي نتناقش، لو اتقابلتوا هتتقابلوا وذين جروب كبير زمايلكوا، ما بتبقوش لوحدكوا. يعني هل دي يعني هل انا مجبره في الوقت الحالي في العصر الحالي بالحياه اللي احنا عايشينها ان ده اسلم طريقه اتعامل بيها؟ بصي هو مفيش اسلم طريقه، لان كل مراهق وله تركيبته النفسيه. يعني ايه؟ انا بشوف مراهقه يسهل استغلالها، يعني عندها نايفيتي او عدم وعي اجتماعي بتطورات الامور، ما بتعرفش تقول لا. يسهل ان هو يقولها مثلا، وده بشوفته كتير وبحذر منه الامهات، ابعتي لي صوره وانت لابسه لبس مش مناسب، ابعتي لي صوره وانت كذا. فدي البنت دي بتستغل بسهوله، فدي اللي بقف واقول لها لا، لان هي بسهوله هيضحك عليها ويطلب منها حاجات غير مقبوله. لكن في واحده تلاقيها شاطره واعيه فاهمه وحباه قوي وهو ابن ناس ومحترم، وممكن ليه لا؟ يعني هي مثلا لو حبت المكواجي، واختلاف مع احترامي كل بيئه لها احترامها، بس اختلاف البيئه بيعمل مشاكل في المستقبل. فهي ده ساعتها بقف قويه واقول ما ينفعش. لكن ابن واحده صاحبتي متربيين نفس التربيه، الولد محترم جدا، انا تعرفت عليه، كتير امهات بيروح يتعرفوا. فبحط بقى قواعد للعلاقه دي، وهي حباه جدا وبحبه يا ماما ومش عارفه ايه، هتعمل من ورايا. فالافضل ان انا احط اسس للعلاقه واقول لها ما تخذلنيش. خلينا نرجع للفيلم بتاع ماجده اللي هي طلعت صوره اخوها وقالت ده حبيبي قدام صاحبتها بعين عمري بالظبط.
لا المراهقات لا. المراهقات المراهقات فمشكله المراهقات شوفي من الخمسينات يعني من امتى ما بال النهارده مع الافلام اللي موجوده ده انت بتاكد كده على الانترنت تشوفي كل الافلام العاطفيه وكل الكلام ده فاحنا قدامنا شغل كتير مع بناتنا وبقول للاباء حاجه مهمه قوي ما كنت لسه عايزه اروح اديك على حاجه احنا بغير بحبه يا ماما في بحبه يا بابا مهم بقى في النقطه دي بابا محتاج يشبع بنته حب عشان ما تلجاش بحثا عن الحب الرجل اخر يعني انا باخد بنتي في حضني بقول لها قد ايه هي اموره بسمعها كتير بتكلم معاها بربي بعلم بفهمها فكر الراجل ايه ازاي تعرف الولد اللي فعلا داخل باحترام والولد اللي داخل بلا احترام وكتير من الاباء اللي بشوفهم بيكونوا اكتشف الموضوع بعد ما تكون عملت مصيبه وشفت حاله الولد بعت للاب صور البنت بعتها له لما هي سابته فطبعا الاب اتجرح جدا واتالم جدا وتصرف كاي رجل شرقي بعصبيه ونرفزه والحاجات بتاعه الرجال فانا بقول له من قبلها اقول لها ما تخليش حد يستغلك في هيتعرض عليكي الحب هيجي لك والد يقول لك انا بحبك وبموت فيكي بفكر فيكي والجمله اللي انا بعتبر نفسي جوزك فدي بتفتح ابواب كتير قوي الجمله دي على فكره ولازم نحذرهم نقول لهم كان زمان بقى ايامنا يقول لك ايه اسطوانات هما فعلا الولد دلوقتي حافظين اسطوانات وبينقلوها من بنت لبنت وبشوفها هي من قديم الازل هي ما بتتغيرش الحقيقه الاسطوانات دي والغريبه والعجيبه في الامر ان الناس كلها بتقع فيها رغم ان احنا حافظينها بس برضو بنقع فيها معانا تليفون تليفون قطع معلش نكمل كلام نيجي بقى معلش انا حذرت كلمت ونبهت فهمت العيال ان هم هيخشوا وانهم هيسمعوا وحصل خلاص حصل وانا اصبحت قدام امر واقع هل المفروض الام تفهم البنت او الولد ان على فكره باباك مش عارف وانا مش هجيب له سيره والموضوع ده بيني وبينك ولا احط الاب في الصوره ولو هحطه في صوره احطه ازاي بصي هو ما ينفعش اقول له الكلام ده بيني وبينك ومش هقول لباباك ليه احنا كده ارسينا قاعده تعالى نخبي عن بابا يبقى لو انا وانت اصحاب ومخبيين عن بابا يبقى انت وصاحبك اصحاب ومخبيين عني فانا اديت مثل اعلى ان احنا نخبي على اقرب الناس احنا كاسره يونت وحده ما ينفعش ده يخبي عن ده وده يخبي عن ده فلازم دايما نحط نثبت القاعده بتاعت وحده بتاعت الاسره تاني حاجه يمكن بابا مش هيتكلم معاك سايب لي ان انا اتكلم معاك ومأجل بعد كده وحسب القصه وحسب الموقف حاجه قلتيها مهمه قوي ان احنا ساعات بنقول لاولادنا ما تعملوش واحد اتنين تلاته ويعملوا بالظبط اللي احنا قلنا ما يتعملش فقال لك العلم ساعدنا في القصه دي قال لك عندنا ذاكره باعتبار ما سيكون بمعنى ان انت هيتعرض عليكي الحب بس انت كوني قويه وارفضي ده اعتبار ما سيكون عندهم المراهقين مع تكون المخ اللي بيقول لك فتره المراهقه المخ بيحصل له ريوايرنج يعني وكان الاسلاك بتاعته بتتشال وبيعيدوا الاسلاك بتاعته من اول وجديد ده بيأثر على الذاكره بتاعت باعتبار ما سيكون فانت ممكن تقولي ما تعمليش واحد اتنين تلاته ولما تتحط في الموقف تعمل عكس ما انتم متفقين وده نتيجة تكوين المخ نفسه مش المراهقة يعني بتغلس عليكي أو إن هي ممكن تكون كمان مندفعة ممكن تكون صاحبتها قالوا لها ده كويس عشان كده يقولك إيه إن كبر ابنك خويه خليه وده من سن 14 بس طبعا في هذا العصر من سن 12 كمان فأنا بسمعها وما أقولهاش مش قلتلك وإنتي الطريقة دي فيها اتهام أول ما نبتدي نتهم بيحصل إيه ديفنس بحط لك جدار بيني وبينك يخافوا على طول بالظبط ومش عايزه اتكلم في الموضوع ومش هحكي حاجه طب نصيحه اخيره من حضرتك بقى لكل اب وام في الموضوع ده انا بعتذر بس على التليفونات الحقيقه لانها كتيره جدا بس اتهيألي ان النهارده نسمع واوعدكم الحلقه اللي جايه ناخد بقى تليفونات وابعتوا لنا برده على صفحتنا على الفيسبوك مشاكل بعينها بس النهارده زي ما نقول ايه جايدنس كده خطوط عريضه نمشي عليها وبعدين نبتدي نتكلم في مشاكل بعينها اخد بقى من حضرتك خطوط عريضه للتعامل مع الموقف ده تمام وقايه كوني ام امنه ام بتسمع ام لا تتهم مش سريعه الانفعال كونوا وحده الاب والام ايد واحده فلازم يكون الاسره حاسين بده اتكلمي مع بنتك كتير وحذري ان ده هيحصل
اديها ثقه بنفسها عشان ما تدورش ان حد يقولها انها كويسه. ما تنتقديش كتير، لان شفتها دي من الحاجات اللي بتخلي الولاد يلجأوا لحد يقبلهم بكل مشاكلهم. فلما تنتقدي كتير، شكري كتير، احضني كتير، حبي قوي، ولو حصل اسمعي، خدوا قرارات سوا، اعملوا اتفاقيات، احترميها. ساعات هتخزلك، ارجعي اديها فرصه تانية وتالتة، لانك لو قفلتي باب العلاقه اللي بينك وبينها، الف حد ياخدها منك ويطالب بنتك بالثمن او ابنك بالثمن، وده هيبقى ثمنه غالي قوي. ميرسي جدا لوجود حضرتك النهارده معانا يا دكتوره هاله. والاسبوع الجاي نبتدي نخش في تفاصيل مشاكل الحب، لان كمان الصيف وبلاوي واللي بيجرى فيه حضرتك عارفه دايما طبعا. يعني ايه، ففي قصص حب بتقوم في الصيف وتنتهي مع الشتاء يعني صح. فبرضو دي فتره المصيف دي بيكون فيها مشاكل كتيره جدا، برضو هنتكلم عليها في الحلقات القادمه ان شاء الله. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. مؤخرا طبعا قصص الكفاح والعزيمه والشباب اللي بيقرر ان هو يغير حياته وعاداته ويخس بقت كتيره جدا ومنتشره. بس النهارده الحقيقه احنا عندنا تجربه مميزه جدا جدا جدا، منورنا في الاستوديو. منورك مرسي. سفاح الفات زي ما بيقولوا. منورنا اسلام ادريس، منورنا. اهلا بحضرتك سياده السفاح. ربنا يخليك يا بنورك والله. يعني انا شخصيا الحقيقه دخلت طبعا بصيت على الصفحه وعجبت جدا بيها، وقلت لك دلوقتي حتى قبل الهوا كده في بينا بقى يلا بينا شويه تبس عشان نظبط المسائل. بس نبتدي من الاول، واضح ان انت كنت عانيت فتره طويله من السمنه، مظبوط؟ مظبوط. اخر 10 سنين كان فعلا تعبت جدا، وزني زاد بشكل كبير قوي، اعتقد انا عديت ال 130 كيلو يا خبر في الفتره دي. انا زمان كان جسمي معقول وكويس، كنت شاب رياضي وانا مثلا 18 لغايه حاجه و20 سنه. بعد كده كمان طبيعه شغلي، لان انا طبيعه شغلي مكتبي وانا مش عايش في مصر، بره مصر. فبدات ازيد في الوزن من غير ما ابتدي اركز مع طبيعه اكلي ونمط حياتي وكده، لغايه ما تخطيت الوزن المثالي ب 10 اضعاف بقى. لحد برضو المرحله دي ما كانش الوضع مؤذي او بيؤرقني باي شكل، لحد بدات تظهر مشاكل صحيه. خبر. دي صوره جميله قبل وبعد حقيقي يعني. انا حتى على كده كنت كويس برضه. انت خسيت كام كيلو؟ تقريبا 42 كيلو تقريبا. يعني انا كنت 100 حاجه و30. الصوره دي بعد ايه يعني ايه اللي خلاك تقرر انك تخس؟ انا عندي بنتين، عندي ملك وفرح. في اخر الفترات لقيت نفسي انا مش قادر اجاريهم في لعبهم، في حركتهم، في مجهودهم. يعني من اقل حركه بتعب وابتدي انهج واعرق وضربات قلبي تزيد، ومش قادر اخرج معاهم بالشكل الكافي، مش قادرين في الحركه في النادي في الرياضه. وكمان طبيعه اكلي بدات تاثر عليهم. اللي انا باكل منه بقى هم ياكلوا زيي، لما بنجيب اكل من بره بقى ياكلوا من اكل من بره، بناكل جانك فود، فاست فود، حلويات الكتير اليوميه، بدات كمان ده ياثر على وزنهم وعلى صحتهم وعلى نشاطهم وعلى تركيزهم. فكانت دي بقى محتاجه وقفه. عملت ايه؟ أول قرار أخدته بينك وبين نفسك علشان يعني تبتدي الرحلة زي ما نقول. أنا زي أي واحد تخيل. كنت بعمل دايت كتير وأفشل، وأروح لدكاترة أستمر مع شهر وأفشل، أروح الجيم أدفع الاشتراك لمدة سنة اللي هو الصدقة دي وما بتروحيش تاني بعد كده. أجرب أشرب أدوية. يا ربي بتحكي عن نفسي. كل حاجة، كل حاجة جربت، كل حاجة الناس بتجربها. يعني أنا بكلمك من نفس المكان، مش واحد جاي من مكان بعيد وبيحكي قصة مختلفة. فأنا جربت كل شيء، والأدوية اللي بتزود الحرق واللي بتسد الشهية، كل ده. كل مرة فشلت فشل ذريع يعني. لغاية ما قررت إن أنا في مرة أبتديها بقى بشكل علمي ومنظم. إزاي؟ أنت درست تغذية؟ أنا طبعا في آخر سنتين درست التغذية بشكل محترف، وخدت شهادة معتمدة مدرب رياضي ونيتريشنست. طبعا هي كلها حاجات أونلاين، أنا مش خريج طب أو شيء، ولكن كلها حاجات أونلاين معترف بيها. تمام. عملت إيه بقى؟ عملت إيه؟ فقررت إن أنا أبتدي بقى أول خطوة إن أنا أعرف آكل إزاي وألعب رياضة إزاي. إيه اللي يناسبني؟ لأن اكتشفت إن الناس أكتر حاجة وأسهل حاجة بتعملها إن هي تاخد ورق الدايت من حد شافه خس، فيقلد نفس النظام بتاعه. وده كلام مش سليم. لان مستحيل انا اكون زي حضرتك، زي حضرتك، زي اي حد تاني. ممكن يكون عندك امراض مش عندي، فاخد الدايت اللي انت ماشي عليه يزيني. انت ممكن يكون عندك سكر او العكس، يكون عندك ضغط او العكس. راجل غير الست، اللي عمره فوق ال40 او ال50 غير اللي عمره في ال20 اللي وزنه 100
غير وزن الست ليه الغلط ليه اللي تيجي للسن دلوقتي ليه الغلط لا لا ربنا يديك الصحه طول العمر ما شاء الله عليكي. فكان القرار ان انا لازم اشوف ايه اللي يناسبني انا ايه اللي يناسب طبيعه حياتي، ما انا كمان عندي مواعيد شغل وعندي وقت مناسب للتمرين. يعني كلام اللي انت بتقوله ده معناه ان القاعده المطلقه مش هي سر النجاح خالص. مظبوط مظبوط. مفيش دايت يناسب كل الناس، لا يمكن لا يمكن. يعني كلام نقعد نسمعه اقول لك ما تاكلش بعد الساعه 7 وما تاكلش بعد الساعه 8، كل زبادي بالليمون، اشرب جنزبيل بالقرفه، الحاجات دي مش شرط انها تمشي مع كل الناس. لا هي مش هتمشي اصلا، لا الزبادي بالليمون بيعمل حاجه ولا القرفه بالجنزبيل بتعمل حاجه ولا الكلام ده كله بيعمل اي نتيجه، لان انا جربته كتير. ولا نوقف اكل الساعه 7 بيعمل حاجه. انا والله انا كنت باكل الساعه 11 و12 بالليل وخسيت. اعتبر ده وعد، ده وعد والله، حبش عليه خلي بالك. الموضوع على فكره علمي، حتى مش مجرد تجربه شخصيه، انت ليكي سعرات حراريه يوميه، لو حافظتي على السعرات وخدتي اخر وجبه بس قبل النوم بساعه ونص لساعتين حتى لو بتنامي متاخر خلاص الجسم هيحرقها. يعني سبعه دي سبعه بتاعتي غير سبعه بتاعت حد تاني. انت شايفه منطقي ان الواحد يعيش عمره كله لغايه الساعه 7 بس وبياكل؟ الناس بتنام الساعه 1 و2، افضل 6 7 ساعات جعان، ما انا اكيد في مره هاجي وهبوظ الدنيا وهفتح الثلاجه ويحصل عمليه دنيئه معاها يعني، فما ينفعش. مظبوط. ناخد اول تليفون معانا، عادل على التليفون. الو الو، مساء الخير يا عادل. مساء النور. انت عندك مشكله مع الوزن يا عادل؟ لا انا كان عندي مشكله، انا اعرف اسلام بشكل شخصي وخسيت معاه حوالي 21 كيلو. في قد ايه؟ لا هو مش مهم في قد ايه. حلو، شفت الاجابه دي انا كنت مستنياها. عادل جلال ده كان تريك كويستشن، ده صديق دراسه ليا. بص يا فريكة، انا بقابل اسلام كتير ولما حد بيسالنا هو في قد ايه دي، احنا الاثنين في نفس واحد بنقول ان دي ده سؤال غلط اصلا، مفيش حاجه اسمها في قد ايه، انا المفروض ان هو ده نظام حياتي بعد كده خلاص. مش حاجه اسمها انا مش حاطط النظام الغذائي. طب ايه الاختلاف اللي انت لقيته عند اسلام؟ اتفضل. ايه الاختلاف اللي انت لقيته في النظام مع اسلام عن اي حد تاني؟ اقول لحضرتك، انا اولا ما كانش وزني زايد قوي، انا كنت 86 كيلو او 87 كيلو ونزلت 21 كيلو حاليا. انا كنت دايما لما بحاول ان انا اعمل رجيم كنت شايف فكره ان انا افطر توستايه واتغدى ربع فرخه وزبادي بالليل وبقدر استمر على الموضوع ده يومين ثلاثة، بعد كده الموضوع بيفتح مني لان انا حاسس ان انا بجوع نفسي. السلوجن بتاع صفحة اسلام لازم تاكل عشان تخس، ده خلاني بقيت باكل براحتي، ما بحسش ان انا جعان، المفروض ان انا ما اوصلش ان انا ابقى جعان. بخلص شغلي الساعة 11 ونص بالليل، بتعشى الساعة 12 بالليل زي ما كان اسلام بيقول لحضرتك دلوقتي. موضوع ما فيهوش حاجة غلط عادي بقى، انا ده الفترة اللي انا خسيت فيها هي اللي انا كنت بتعشى فيها الساعة 12 بالليل دي. بدأت رياضة على قد ما اقدر، انا كنت متابع صفحة اسلام الحقيقة، هو ما ادانيش جدول امشي عليه زي ما هو بيقول، مفيش حاجة اسمها جدول يمشي الناس عليه كلها. انا خدت المعلومات من عنده واتبعتها وعملت لنفسي برنامج لنفسي، وكنت بحاول بقدر الامكان العب رياضة قد ما اقدر على حسب طبيعة شغلي، وقدرت ان انا انزل. يعني هو انا ما نزلتش، اقصى حاجة نزلتها في الشهر كانت حوالي 2 او 3 كيلو، وهو مش مطلوب ان انا انزل اكتر من كده. بالظبط. تمام. ميرسي جدا جدا لتليفونك يا عادل، نورتنا في سيداتي يا نساتي. معانا هويدا. الو الو، مساء الخير يا هويدا. مساء النور، اتفضلي. انا حابه اشارك معاكم في البرنامج، انا كنت اتفضلي يا هويدا احنا سامعينك. ايوه انا. طب ناخد عبد الرحمن. الو الو، يا عبد الرحمن. حنان، اهلا وسهلا. يا حضرتك الحمد لله تمام، اتفضل. ازيك يا اسلام الاول؟ اهلا يا عبد الرحمن، اخبارك عامل ايه؟ الحمد لله بخير. حبيت اشارك معاكم النهارده، انا من الناس اللي تابعت اسلام او السفاح زي ما الناس كلها عارفاه من زمان اول ما بدا. فعلا هو سفاح بالنسبه لي، يعني انا كنت كائن وصلت حوالي 100 كيلو. ايوه. برشادات اسلام وشويه تبس كده جميله منه، نزلت نسبه دهون من 30% لحد 14%. ما شاء الله. وطبعا مع الزياده العضليه بقيت حد تاني يعني بسبب السفاح، يعني دي من الحاجات اللي انا عمري ما اقدر انساها ان حد ساعدني ان انا اعملها في يوم من الايام. يعني اتعذبت بقى ولا عملتها بدون عذاب؟ لا بصي، اسلام من غير عذاب، اسلام عنده مبدا صغير كده قوي، عشان تخس لازم تاكل، بس تاكل صح. ما تحرمش نفسك من حاجه، يعني انت هتاكل كتير بس هتاكل صح. فدي كانت من اهم الحاجات بالنسبه لي، ان انا انسان باكل كتير. ما ينفعش تيجي تقول لي افطر خيارايه وقلب الزبادي، تعالى بالليل اتعشى مش عارف ايه، لا اسلام انا كنت بلاحق على الاكل، بس باكل صح، هي دي الفكره بقى.
تمام، ميرسي قوي يا عبد الرحمن تليفونك. ناخد تليفون كريمة. ايوه السلام عليكم، ازيك يا قمر؟ ازيك يا كريمة؟ عامله ايه؟ وحشاني، بقالي كتير مش عارفه اعمل مداخله معاكي، بس بجد عايزه اقول لك تسلمي واشكرك على البرنامج الحلو اللي دايما بتسحلنا فيه معلومات وحاجات جميله والله. ربنا يخليك يا كريمة. النهارده معانا سفاح الفات، تحبي تقولي له ايه؟ الله يخليك. اساليه على ايه؟ ببعت تحياتي للاستاذ اسلام، وعايزه اقول له ان بجد معلوماته انا تابعته قبل كده وسمعته في حاجات كتير. بجد عايزه اقول كمان ان المفروض ان احنا نرجع للاكل والعادات الصحيه في موضوع الخضار والفاكهه والحاجات دي، لان بجد هو دوت اللي يعني هيرجع فعلا ان هيرجع ويزيد تاني. انما احنا بنتبع يعني اتباعات خاطئه كتير جدا في الاكل، وخصوصا الفاست فود والحاجات اللي هي بتبقى السريعه دي، هي دي اللي بتبقى قنبله بامانه يعني. صح. تمام. وعايزه كمان يا ريت لو ينصحنا بقى بالنسبه لاطفال السكر، لو يقول لنا بقى بالنسبه لاطفال ما بيحبوش ياكلوا جبنات، ما بياكلوش الخضار، يقول لنا نعمل ايه. تمام، اوكي، ميرسي قوي يا كريم، ميرسي لتليفوني. بص بقى، انا هخلي الورق ده كده على جنب. طيب يلا. اوكي، هتكلم معاك بقى مفتوح. انت النهارده لما بيجي لك حد، انت كل تفاعلك مع الناس عبر صفحتك على الفيسبوك، مظبوط؟ هل بتقعد تسالهم مثلا ستايل حياتكم عامل ازاي، بتعرف اكتر عليهم عشان تقدر تقول لهم النصيحه السليمه، ولا زي ما كذا حد اللي اتكلموا هم بياخدوا اللي يناسبهم من التبس اللي موجوده على الصفحه؟ حلو، هقول لحضرتك. حاليا انا دايما بحاول المعلومات اللي بتنزل بتناسب قطاعات كبيره من الناس. تمام. فتقدر ايا كانت حالتك تلاقي المعلومه اللي هتناسبك. لان زي ما قلت لحضرتك في الاول، مش كل الناس زي بعض، مش كل الاجسام زي بعض، مش كل نشاطات الحياه زي بعض. في ناس شغلها مكتبي، في ناس شغلها اوت دور، في ناس شغلها حركي، في قوه عضليه اكتر، في ناس عندها امراض معينه، في ناس ما تقدرش تروح تتمرن او تروح نادي، حركتها هتبقى في البيت. فانا بحاول على قدر الامكان اكتب معلومات تنفع كل الناس. فيقدر حسب نوع نشاطك وحياتك تعمل اللي يناسبك. اللطيف ان انا بحاول دايما انزل الاكل اللي بيتعمل عندي في البيت الشخصي. انا باكل نفس الاكل بتاعنا على فكره، ما بعملش اكل دايت يعني، باكل محشي يعني. والله باكل محشي، ولسه واكل من 3 ايام تخيلي. بس اكلت قد ايه؟ صباعين، ثلاثة، أربعة، مش حله، فبدوقه وخلاص وانبسطت وتعودت على كده. ومش كل يوم، مره كل فين وفين لما يكون في عزومه. يعني انا ما بقولش ان انا عامل دايت، وما بحبش اقول الكلمه دي. لأن بس انت كنت بتاكل محشي وانت بتخس، انت النهارده خلاص وصلت للوزن اللي انت بتحافظ على وزنك، لكن في رحله بقى الفقدان الوزن علشان الحق يعني. لا، في كانت في شهور فعلا كنت بوقف حاجات كتير. بس انا كان عندي هدف معين يعني. انا راجل رياضي، فانا كنت حابب ان اعمل جسم رياضي تاني زي ما كنت. فهي ميجرمنت يعني، زي اللي بيذاكر عشان يروح كليه طب غير اللي بيذاكر عشان يروح كليه تانية، مع احترامنا لكل الناس. حلو. فهو الدايت كده، انت عندك هدف عايز توصل لجسم جميل ورياضي وشكل معين متناسق، في شويه تعب. لكن لو انت عايز صحه عامه كويسه وشكل متناسق، عادي تقدر تاكل محشي واكلنا كله. بس هي الفكره في النهايه، ما ينفعش يكون نمط حياتك اليومي كله في الثلاث او اربع وجبات اليوميه غلط، وتطلب ان انت جسمك يبقى حلو او تخس. ايه الوجبه الغلط؟ الوجبه الغلط، سؤال جميل قوي. الوجبه الغلط ان انت تخلط السكر مع الدهون دايما. يعني ايه السكر مع الدهون؟ اول ما يجي كلمه سكر يقول لك يعني السكر بيتحط على الشاي. لا لا، السكر الحاجات اللي بتتحول جلوكوز في الدم، الرز الابيض، مكرونة البيضة، العيش، النشويات اللي هي على معدل جلاسيمي او جلاكيميك اندكس عالي، اللي هي بترفع الانسولين بسرعه في الدم. لما اخلطها مع الدهون، يعني مثلا لما اكل كيكه، ما هي عباره عن لبن، بروتين، وفي فات، لان في قشطه وفي بيض وفي سكر وصفار و و و، كل دي تعتبر سكريات مع دهون. فبيبتدي رفع الانسولين يزيد، يبتدي معامله التمثيل الغذائي تقل، فيبتدي الحرق الدهون يقل. تمام. خصوصا لما تاخدها قبل النوم. طب كمان يعني ما اكلهاش خالص؟ لا، ولا في لا وقت اقدر اكل فيه الحاجات دي؟ تقدري تاكليها، بس الكميه في النهايه هي العامل. يعني انت مثلا لو اتغديتي، بلاش تتغدي وتحلي على طول، بلاش تتغدي وتحطي كوبايه شاي فيها معلقتين ثلاثه سكر مباشره. تمام. الافضل دايما يكون الطبق الجزء الاكبر للخضروات، تمام، السلطه بانواعها، ثم الجزء الاقل للنشويات اللي هي الرز، المكرونه، البطاطس، معلقتين ثلاثه اربعه، لان الخضروات ما هي في الاخر نشويات، اللي هي الفايبرس كارب، النشويات اللي فيها هي كربوهيدرات في النهايه. ثم الجزء الاخير للبروتين. البروتين يفضل ان يكون في كل وجباتك قدر الامكان، فطار وغدا وعشاء، حتى السناكس اللي بتبقى بين الوجبات. والبروتين انواع كتير، مش بس اللحمه والفراخ والسمك، ما انت عندك اللبن، البيض، في بروتين نباتي، في بروتين نباتي، البروكلي، وانواع كتير نقدر ناخد منها البروتين. المكسرات فيها نسب بروتين حتى لو اقل شويه. فهي الفكره كده، دايما بقول للناس كله علشان تخسوا،
كل ما هتجوع نفسك تاكل وجبه واحده يقول لك انا ما باكلش، يعني ما باكلش غير وجبه واحده في اليوم. هو ده السبب ان انت ما بتخسش على فكره، ان الجسم خايف منك. محافظ على اللي عنده، فبيحافظ على القديم. لكن لما تديله اكل وتغذيه كفايه تبتدي عمليه التمثيل الغذائي تشتغل بكفاءه كويسه، عمليه الحرق تنتظم، ولما تلعب رياضه معدل الحرق عندك هيتحسن، لما تشرب ميه كتير معدل النسبه يعني المعدل الامثل للعب رياضه يكون كم مره في الاسبوع؟ اقل شيء 3 ايام، اقل شيء 3 ايام، اقل شيء 3 ايام، 3 ايام معقول يعني. لكن طبعا لغايه 5 ولغايه 6 مفيش مشاكل. طب ناخد هويدا رجعت تاني معانا على التليفون. الو الو، ايوه يا هويدا. ايوه مساء الخير. مساء النور. انا حابه اشارك معاكم في البرنامج واهني اسلام على الصفحه بتاعته. ربنا يخليك. انا سنته وكنت في الجامعه. ايوه. فحابه اهنيه على الصفحه بتاعته ونجحت نجاح باهر بصراحه. تمام. وكمان فادتنا كتير وغيرت لنا مفاهيم كتير قوي عن الاكل و الحمد لله والصحه، يعني غيرت مفاهيم كتير بالنسبه لنا بصراحه. انت استفدتي شخصيا؟ بصراحه، لان في حاجات كتير قوي كنت بعملها غلط في الاكل بتاعي ولاولادي، دلوقتي لا غيرتها خالص. ويعني كمان كل ما بعمل سير بحس ان اللي حواليا بيستفيدوا من نفس الصفحه دي، ان هم برضو بيغيروا يعني كل نظام الاكل بتاعهم. تمام، ميرسي جدا يا هويدا على تليفونك وعلى مشاركتك معانا. ارجع تاني معاك، ويعني خليني الصراحة بص، يعني انا نفسي واحدة من الناس يقول لك ايه، بنحب الاكل، بحب الاكل يعني، انت فاهم الاكل ده متعة، واحنا عاداتنا الاجتماعية كلها مرتبطة بوجبات. مظبوط يعني، مظبوط صح. يعني الكحك ده مثلا هنوديه فين؟ طيب هوديه فين؟ انا اكلت كحك في العيد، هرجع اقول لك تاني الكمية، احنا مشكلتنا في الكمية فعلا. في بني ادم ممكن يقعد على نص كيلو كحك يخلصه. طب ده يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يدرب نفسه ازاي؟ اقول لك، دايما الحرمان الشديد بيؤدي الى اكل كتير. الايه؟ الحرمان الشديد يؤدي ان انت في الاخر هتاكلي كتير برضه. حلو. فدايما انا بحب اقولها بطريقه البلدي كده، راضي نفسك، راضي جسمك. كل يوم او كل يومين لو بتحب حاجه خدها، بس قطعه صغيره. يعني بدل ما تاكل نص كيلو كحك في يوم، كله على مدار شهر. فكل يوم قطعه واحده، هترضيك نفسيا جدا وهتخليك تستمر. حرمانك تقعد بالشهور والاسابيع ما بتاكلش اي حاجه من اللي انت بتحبها. في حاجات روحها قصيره ما بتقعدش يا اسلام. ده بقى موضوع انا بحب الشيء زي عيش السرايب القشطه مثلا، هيبوظ على طول، مش هلحق اكله على يومين ثلاثه. هي بقى دي المشكله. فدايما خلي الكميه اللي موجوده في البيت صغيره، بلاش تجيبي حاجه بكميه كبيره. ويكون على عدد، مثلا لو عدد افراد الاسره يبقى تبقى تكفي افراد الاسره لمده يوم واحد. ونجيب على قد الناس اللي موجوده في البيت، مش لازم نجيب كميه كبيره ونقول اصل خساره ده غلط. فدايما نجيب الحاجه بكميات صغيره. طب الناس اللي هي معظم شغلها بره البيت، ايوه، وللاسف احنا الجانك فود والحاجات دي بقت منتشره جدا، وما بنلاقيش حاجه غيرها قدام الصراحه. صح صح. نتصرف ازاي؟ والله الموضوع مش صعب. انا بقالي انا في اجازه الفتره دي واغلب اليوم بره في الشارع. بعمل حاجتين، يا اما باخد علب معايا فيها اكل ما يبص باكلها في الشارع، يا اما بقف في اي مكان اجيب الاتي، بجيب لبن رايب، زبادي، خضار، خيار، فاكهه، موز، تفاح. بدخل اي سوبر ماركت ممكن اجيب علب تونه. هنفترض ان انا عايز اكل يعني ديسنت ميل، وجبه كويسه، اي كافيه او ريستوران بقعد اطلب فيه حاجه مشويه بس، وخضار معمول ستيم، ما باكلش لا رز ولا مكرونه ولا عيش معاه، باكل الفراخ المشويه. حلي امتى طيب؟ بستنى لو انا حلي في نفس اليوم بستنى ساعتين ثلاثه، وباكل في مكان ثاني مثلا، فبتحرك ثاني واكل ثاني. بس. طيب معانا محمد على التليفون. الو الو، اي محمد. مساء الخير يا فندم. مساء النور. احب ارحب باسلام. اهلا بيك، اهلا بيك يا محمد. اتفضل يا محمد. انا واحد من متابعين صفحه تفاح الفات، والحمد لله خسيت 30 كيلو ما شاء الله، ونسبه دهوني نزلت لحد 13، كانت الاول 32%. ما شاء الله. يعني حابب اقوله ان مفيش طريق مختصر، هو في شغل الدايت راح تلعب رياضه بس، والناس ما تستعجلش على النتيجه يعني. تمام تمام، ميرسي قوي يا محمد على تليفونك. معانا ياسمين. الو مساء الخير. مساء النور يا ياسمين، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. كابتن اسلام منور. اهلا بيك، منوره والله. تسلمي على ذوقك. بشكرك على مجهودك بجد اللي انت بتعمله على الصفحه. ربنا يخليكي. بص انا مش عارفه اطبق معظم اللي انت بتقوله على الصفحه، عايزاك تكتب بجد بوست عن الناس اللي بتيأس او بتزهق.
دي ترد عليا دلوقتي في سؤالين بس يا حنان، خليه ما تنسوش الكلام مع بعض وتنسوا تردوا على. لا قولي لي سؤالين ايه. بصي الناس القايمة من ولادة، أنا معدل الحرق حاسة إن جسمي قافش بشكل مش طبيعي، يعني والدة بقالي 6 شهور بعمل مجهود، وبعدين أنا قبل كده ما كنت بخس، كنت بخس كويس قوي، فهل ده لي يعني عامل فعلا؟ دايما أنا كنت ماشية مع دكتور دايت، هو يقف مني وأنا يقف لأنه هو حتى كان دايما يقول لي أنت عمرك ما هتخسي عن أفرج معين، يعني هو ابتدى يوهمني أن أنا حتى مش هبقى زي أيام قبل الجواز أو كده. فرد علي على البوينت دي، هل فعلا اسم اللي خلفت مش ممكن يرجع زي ما كانت سينجل؟ ثانيا هو بيقول لي المسلز عندي عالية جدا، بيقول لي تكاد تكون شاب، يعني فاهمة هي ميزة وعيب. فأنا مثلا بيقول لي ميزاني 70 كيلو، ممكن كأنه شيب واحدة شكلها 60 كيلو. اخر سؤال وبليز ترد على سكر الدايت، لان انا نوي اشرب حاجة من غير سكر. الحاجات اللي خليها من الاسبرتام في الصيدلية فعلا هي خليها من الاسبرتام؟ هل سكر الدايت اصلا حاجة كويسة لو خدت 2 باكت بس في اليوم ولا ايه؟ ومرسي. تمام، طب نرد عليها عشان هي مصيونة. طيب ناخد اول سؤال اللي هي بتقول ان هي بعد الولادة زادت جدا، والدكتور بيقول لها ان انت مش هتوصلي للجسم بتاع زمان. ده مش كلام سليم، مع احترامنا لكل الدكاتره، لكن ده مش كلام سليم، مفيش حاجه اسمها كده. الجسم ده معجزه الهيه قابله للتغير، زي ما انت ممكن تزيد وتوصل لارقام كبيره في الوزن، ايه اللي يمنع ان العمليه تنعكس وترجع لوزنك التاني؟ ايه اللي هيمنعها؟ معرفش، هو احنا عندنا كده يعني حاجه كده ماشيين بيها ان في وزن معين صعب قوي انك تكسره او تنزل عنه. انا كان بيتقال لي ان انت عظمك عريض. الكلام ده مش حقيقي. انا البدله دي مقاس 52، انا كنت بلبس 64. فين عظمي العريض؟ يعني حضرتك لو سالت اي حد لسه في سنه اولى طب هيقول لك ان الهيكل العظمي لا يتجاوز 13 14 كيلو بالجمجم. ايه ده بجد؟ اغلب الناس، اغلب الناس. طب مش عظمي عريض، بيقولوا ان عظمك تقيل بيوزن. لا بيوزن، هيوزن كام؟ كيلو؟ 2؟ 3؟ برضه في النهايه مش ده الرقم اللي سبب السمنه في الاخر. ده مش كلام سليم. طب هل فعلا زي ما هي بتقول ان جايز ان الولاده مخليه ان صعب ان هي تخس؟ هو طبعا بيبقى فيه خلل بيحصل او تغيرات هرمونيه بتحصل في جسم الست، وكل الكلام ده مفهوم وبيأثر على نزول الوزن، بس ده عمره ما هيكون عائق ان انت ترجعي لوزنك المثالي. انت ممكن تكوني اثناء الحمل كان عاداتك الغذائيه غلط، بتاكلي جانك فود كتير ودهون كتير واملاح كتير وسكريات كتير، فانت بتدفعي الثمن بقى بعديها. بس ده برضو ما ينفعش تقولي يعني انا قست، مش كلمه حلوه صدقيني، مش كلمه حلوه. بس الاسبرتام طيب الصبر وهتوصلي. بالنسبه للدايت، يعني هو اغلب الناس المتخصصين الدكاتره يقول لك خلاص خد، لو هتاخد سكر دايت خد حاجه خاليه من الاسبرتام، لان عليه خلاف كبير قوي ان هو ممكن يكون بيسبب امراض على المدى البعيد او كده. انا تجربتي الشخصيه انا ما استخدمتش اي سكر دايت خالص في خلال سنتين. الميزه ان انا اتعودت اشرب الحاجه واتذوق طعمها الطبيعي، يعني بقيت احب الشاي الاخضر. بص ما بحبش بقى الكلام ده والله، دي الحقيقه. بحبوش بقى، انا ما بعرفش اشرب حاجه، انا زيها كده. انا بشرب عندكم قهوه ساده بره الا لما تكون مسكره. اعمل ايه طيب؟ طيب تاكلي معاها شوكولاته دارك، تحطي جنبها تمر، تحطي تمرتين شوكولاتتين، كلي معاها الحاجه الحلوه اللي انت عايزاها. اذا مش قادره انا هقول لك حاجه، الراجل ليه 35 جرام سكر يوميا حسب المنظمات، توصيات المنظمات العالميه 35 جرام سكر. طب والعسل؟ يعني ما هو العسل في النهايه سكر، او كله سكر. العسل 20 سعر حراري في المعلقه، يعني حاجه بسيطه. طب ايه الضرر ان انا استخدم نوع من الحاجات اللي هي السكر بس في المنطقه، بس ما فيهاش اسبرتام؟ بس في المعقول، يعني الناس انا اعرف ناس بتحط بالعشرة اكياس بتفضيهم على مدار اليوم. ما هو في النهايه هو بيدي تنبيه للمخ، تحفيز للكبد ان في مصدر طاقه وهمي دخل. حتى لو خالي من السعرات، هو 20 سعر معلقه السكر 20 سعر، فانت لغيتي 20 سعر، فهو مش رقم كبير قوي يعني. مش كتير، ما انا بقول للناس مش كتير، عايز تحط سكر حط. الست ليها حوالي من 20 ل 25 جرام سكر، يعني 4 ل 5 معالق يوميا سكر، ده شاملين طبعا السكر. طب اللي كتير قوي اللي بيتكلموا اللي هم بيتعاملوا على صفحتك بيقول لك انا وصلت الرقم شاف 13% فات 14%. دي بقى نقطه مهمه قوي، بيحسبوها ازاي دي؟ بس قبل ما ارد على حضرتك، لازم تهتم برقم الدهون مش بوزنك على الميزان، لان انت ممكن تبقى على الميزان شايف ان وزنك معقول بس لسه عندك مشاكل في جسمك، ده بسبب ان انت مش مهتم بنسبه الدهون اللي في جسمك، وهي دي الاهم. لازم تعرف نسبه دهونك كام. بتعرفها ازاي؟ عند مراكز الرياضيه الكبيره، الصيدليات الكبيره، عندهم جهاز بتقف عليه بيوزنك طولك ووزنك، ويقول لك نسبه العضلات في جسمك، نسبه الميه في جسمك، نسبه الدهون في جسمك. هو مش رقم دقيق 100% بس رقم تقريبي، وهيعرفك انت موجود في انهي منطقه، وده مهم جدا تعمله قبل ما تبتدي اي حاجه عشان تعرف انت فين وهتوصل لفين.
طب بقول لك ايه يا اسلام، قولي. هتيجي معايا مره تانية عشان الوقت خلص وانا لسه عايزه اقعد اتكلم معاك. يا ريت يسعدني والله. قاعد في مصر لغايه امتى؟ انا قاعد لغايه اول اغسطس ان شاء الله. لا يبقى لازم قبل ما تسافر ان شاء الله قبل خلاص. نهايه الشهر تيجي معايا مره تانية وتبعتوا لنا بقى كل اسئلتكم على صفحتنا علشان يبقى عندنا وقت ان احنا نرد على طول على خلاص. الاسئله اتفقنا. خلاص ان شاء الله. ميرسي قوي لوجودك النهارده، نورتنا سيدتي يا نساتي. ربنا يخليكي، ميرسي على ذوقك. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. منورنا في الاستوديو دكتور مصطفى رجب اخصائي الجلديه والليزر مراكز نبض، واللي هنتكلم معاه عن اهم المشاكل اللي بتتعرض ليها البشره، المشاكل الشديده بقى شويه بتتعرض ليها البشره والطرق الجديده والحديثه في العلاج. مساء الخير دكتور مصطفى. مساء النور. منورنا يا فندم. الله يخليك. ابتدي مع حضرتك، اول مشكله بكل الناس بتقلق قوي منها هي مشكله حب الشباب. تمام. والاثر اللي هي بتسيبه على الوجه وتاثيرها على النضاره، ايه هي احدث طرق العلاج الخاصه بحب الشباب؟ تمام. احنا في البداية لو اتكلمنا عن حب الشباب هيبقى ليه شقين، شق احنا ملناش ايد فيه، والشق التاني اللي هو عدم العناية بالبشرة واستخدام الواقي الشمسي وعدم شرب المية الكمية الكافية، وان انا العب في وشي لو طلع فيه حباية او حاجة زي كده. حب الشباب انا اقدر ان انا اعالجه عن طريق كومباينيشن على حسب نوع حب الشباب المصاب بيه وعلى حسب المكان، لو هو في الوش بيختلف عن هو في بقية منطقة الجسم. ايه ده، هو حب الشباب بيطلع في الجسم؟ بيطلع طبعا، في حبوب بتطلع في الظهر وفي حبوب بتطلع في اماكن كتير طبعا. اه اذا انا ما اعرفش المعلومه دي. اه لا موجود. احدث الحاجات اللي احنا بنشتغل بيها حب الشباب هي الكيميكال بيلينج، لكن طبعا كل كيميكال بيلينج مناسب لكيس معين، لان حب الشباب هو مش نوع واحد، هو اكتر من نوع. المشكله الاكبر بقى ان انا لو سبت حب الشباب فتره وبعد كده جيت ان انا اعالجه، فبيسيب عندي يا تصبغات جلديه يا بيسيب حاجه اسمها بوست اكني سكارز. بوست اكني سكارز بصوره مبسطه هي الحفر او الندبات اللي بنشوفها جوه الجلد، اللي بتبقى مناطق ضعف، حفر موجوده في الوجه، بتبقى طبعا شكلها سيء جدا وبتخلي الوجه ان هو ما فيش فيه اي نوع من الجمال. التصبغات الجلديه اللي بتسيبها عندنا في الوجه بنعالجها يا اما بادويه بناخدها في البيت او علاج سريع اللي هو عن طريق التقشير الكيميائي. كل برضو نوع بشره وكل تايب اوف سكين، يعني البشره الغامقه غير الفاتحه غير الغامقه قوي، بنعمل لها تقشير كيميائي الخاص بيها في خلال جلسه او جلستين بالكثير بيروح تماما الموضوع. دي عندنا دي البوست اكني سكارز اللي هي الحفر او الندبات اللي بتسيبها مناطق ضعف موجوده في الجلد، دي نتيجه ان اهمال العلاج حب الشباب، فبدات ان هي مع التعرض للشمس وكده وما اتعالجتش العلاج السليم بدات ان هي تبقى بالمنظر ده. الصوره الثانيه دي بعد العلاج عن طريق الفراكشنال ليزر، احنا عندنا يعني البوست اكني سكارز دايما معظم الحالات بنعالجها عن طريق الفراكشنال ليزر، بنعمل جلسه كل 3 اسابيع لاسبوعين. المريض غالبا في الحالات المتوسطه زي دي بياخد حوالي من 4 ل6 جلسات. دي حالات ده اكتف اكني، ده برضو ان حبوب حب لسه ما سابش عندي مناطق ضعف بالصوره الكافيه. دي بعمل كومباينيشن بين الاثنين، بين الفراكشنال ليزر وبين الكيميكال بيلينج والادويه في البيت. وان طبعا لازم الحفاظ على البشره عن طريق الواقي الشمسي ونشرب كميات ميه كويسه. دي تصبغات بقى جلديه؟ دي تصبغات جلديه اللي على الشمال، تصبغات جلديه طبعا تحس انها كانها محروقه. واللي على اليمين بعد الكيميكال بيلينج اللي هو التقشير الكيميائي المناسب لنوع بشرتها. احنا عندنا انواع كتير دلوقتي من التقشير الكيميائي. وهو امن تماما، بيحس المريض بشويه حرقان في اول يومين. الناس بتخاف منه قوي، ناس كتير قوي بتخاف قوي من كلمه التقشير الكيميائي دي. تمام، هو بيخافوا منه لان ممكن يكون لهم تجربه سيئه مع حد غير متخصص. فهم هو كريم بيتحط، لكن ليه طبعا قواعد وليه شروط وبيختلف من مريض للتاني ومن نوع بشره للتاني. فمش اي كيميكال بيلينج يناسب اي بشره، هي دي المشكله. فبيبقى عنده ممكن تجربه سيئه معاه او مع حد هو يعرفه. فلكن لو مع الطبيب المختص بيبقى بنسبه 100% ان شاء الله ما فيش اي مشاكل بينه. يمكن برضو من المشاكل التانية اللي بتواجه ناس كتير قوي هي الهالات السوداء. تمام. وطبعا احنا اساسا حياتنا كلها ماشيه بالغلط، في ناس بتبقى مولوده غالبا او طبيعتها كده. صحيح. هل دول اللي عندهم امل ان هم يعني الموضوع ده يخف؟ في جزء كبير منهم ممكن ان هو يتعالج. جزء كبير ان هو ممكن يتعالج، بس مش الكل الحقيقه. اللي هو المولود بيها. في هالات سوداء، في عندنا كذا نوع من الهالات السوداء اللي تحت العين. في هالات ناتجه عن ان الهيموجلوبين بتاعي ان هو عنده انيميا، المريض عنده انيميا، او المريض بيتبع نظام غذائي غلط مش مظبوط، ما بياخدش الفيتامينز الكافيه بتاعته، ف
فبتبدا الهالات السوداء اللي عندي او السهر وقله النوم، وفي اللي بتبقى تصبغات برضه نتيجه عدم الاهتمام بالبشره والتعرض للشمس، وفي حاجه ثالثه رابعه اسف بتبقى ان حصل في جروفنج تحت، ودي بتبقى زي كده ده على الشمال الهالات السوداء وعلى اليمين بعد ما تم العلاج دي. بنعالجها عن طريق اكتر من طريقه برضه، في كيميكال بيلينج تقشير خاص بمنطقه العين امن تماما وهو مخصوص للعين، وفي عن طريق الليزر برضه بعض الحالات بتعالج عن طريق الليزر، في اكتر من نوع من الليزر لكل حاله، يعني في الهالات اللي تحت العين بتبقى ممكن نتيجه ان الجلد نفسه مش سميك فبيبين الاوعيه الدمويه اللي تحت، فده ليها طريقه علاج معينه عن طريق ليزر معين، في هالات سوداء بتبقى نتيجه تصبغات جلديه ليها طريقه ليزر معينه ونوع تاني معين، وفي كل الاحوال بنوصل لنتائج مرضيه في خلال جلستين اللي هي بتبقى في حوالي 20 يوم. بنبدا وصلنا لدرجه ممكن 40 ل 60%، لما بنكمل الكورس بيبقى الموضوع شبه انتهى ان شاء الله لو حافظنا ومشينا على التعليمات مظبوطه. طيب ده يجيني سؤال تاني كده، هو المفروض الواحد لما يحط سان بلوك، من حضرتك اتكلمت عن بالذات عن التعرض للشمس وكده، ممكن نحط السان بلوك ده حوالين العين؟ هو بيحطه على الجلد كله، بس هو السان سكرين برضه هو من الحاجات مش زي ما الناس فاكره، كل نوع بشره ليها سان سكرين مناسب ليها، والسان سكرين مش بيتحط مره واحده، السان سكرين بيتحط يا كل ساعتين يا كل ثلاث ساعات على حسب نوع السان سكرين، فالبنات والرجاله كمان اللي بيحط سان سكرين وهو نازل في الشمس بيحطه مره، لكن هو المفروض ان هو بيتحط كل ساعتين او كل ثلاث ساعات على حسب نوع السان سكرين اللي انا مستخدمه. بس اقدر استخدمه حوالين العين عادي؟ اقدر استخدمه طبعا، بس يعني عايز يتعلم ان هو يحطه ازاي. دي طريقه بقى معينه. بالظبط، اكيد مش هدخله جوه عينيا بس بحطه على الجلد اللي هو اللي تحت العين بحيث ان انا احافظ على وشي كله من الشمس. نيجي بقى للمشكله الازليه، مشكله التجاعيد. التجاعيد طبعا. وبدايتها والحقها امتى؟ ولو الوقت اتاخر اعمل ايه؟ تمام. التجاعيد مش مرتبطه بسن قوي زي ما الناس فاكره، يعني ممكن يبقى سن صغير وبدا التجاعيد تظهر عندي. مرتبطه طبعا جزء وراثه، يعني بيبقى من جيل للتاني بيتورثوا ان التجاعيد بتظهر عندهم بدري لان العضلات بتبقى قويه في الوجه. الجزء التاني سوء تغذيه برضو وعدم العنايه بالبشره لان الشمس بتزود التجاعيد في الوجه. التجاعيد بنعالجها اول ما بتظهر عندنا، لو هي فاين لسه نظر زي التجاعيد اللي حوالين العين دي اتعالجت عن طريق البوتوكس، يعني حاله زي كده دي اتعالجت عن طريق حقن البوتوكس اللي هو بتحقن البوتوكس، هي ماده بتعمل ارتخاء للعضله المسببه للتجاعيد، فلما بتتحقن العضله بترخي العضله فالجلد اللي هي شداه وعامله لي التجاعيده بيبدا انه يرخي ويبقى زي اليمين كده ما بتظهرش عندي التجاعيد. الحالات اللي بيبقى فيها لسه التجاعيد ما ظهرتش بقوه بنقدر ان احنا بالعنايه بالبشره وان احنا نعمل الجلسات البلازما والكريمات المرطبه بنقدر ان احنا نتفادى ان التجاعيد تزيد عندي، فمش كل الحالات لازم ان انا احقن بوتوكس. حاله زي كده برضو ده اللي هو دي حاجات المشهوره جدا اللي هي بين العينين في الجزء التحت من الصوره. برضو نفس الحكايه العضله 111 ال 111 زي ما بيقولوا عليها. العضله طبعا ظاهره ولما بنحقن العضله بترخي الجلد اللي حواليها فبتبدا عندي ال 111 دي لان هي بيبقى شكلها سيء وبتخلي الناس ان هم يبقى شكله عبوس يعني. ده على كده بقى حضرتك يعني طبعا كل حاله بيبقى ليها يعني كميه البوتوكس او الفيلر اللي بيتم استخدامها بتبقى مختلفه. بالظبط، احنا بيختلف طبعا البوتوكس عن طريق حاجتين، اول حاجه عن طريق العيان هل هو حقن قبل كده ولا لا، فبحقن له انا عارف حقنت له كميه قد ايه فبقلل منها شويه. الحاجه الثانيه ان العضله نفسها قوتها قد ايه فاقدر احقنها قد ايه علشان ما يحصلش عندي مشاكل. فانا بقدر احدد ده، وبعد كده بعمل ريتاتش بعديها بحوالي من 7 ل 10 ايام بزود تاني لو العيان لسه العضلات محتاجه تاني. بالظبط كده. والفيلر برده نفس القصه. الفيلر هو ماده مالئه ان انا بعمل بيها ريشيبنج تاني. هي ماده نفس الماده بتاعه اللي موجوده في الجلد عندي بملى بيها الخطوط والتجاويف، وممكن ان انا زي الصوره عندنا اعمل بيها تشكيل تاني دي شكل الشفه. لو الصوره حضرتك شفتيها هتلاقي فيه ان الجزء اللي على الشمال بالتدرج اشكال الشفه اللي احنا نقدر نرسمها بيها ان ما يبقاش في شفه علويه خالص، فان احنا نزودها ان احنا نعمل لها كونتورنج زي الصوره اللي في النص، ان احنا نعمل كونتورنج للشفه، مش لازم ان انا انفخ الشفه، ان انا اعمل كونتورنج ان انا احدد شكل الشفه بحيث ان الست تقدر تنزل بدون ميك اب، يبقى الشفه نفسها متحدده، مش لازم ان انا اطلع الروج فوق او ان انا ارسم الشفه لان الشفه عند بعض الناس ما بتبقاش موجوده. فان انا اقدر ان انا احدد الشفه بحيث ان هو مش دايما ان انا احط ميك اب ويبقى شكلها احسن. الخيوط بقى مرحله بقى جديده ومختلفه تماماً وحديثه وعامله طفره جامده جدا، كلمنا حضرتك شويه عنها. الخيوط حضرتك هي موجوده بقى لها فتره، كان الاول الخيوط هي خيوط دائمه
يعني بتحط في الجلد وبتفضل موجودة على طول. فلقوا ان هي بتسبب مشاكل، فبدأ الخيوط اللي موجودة دلوقتي خيوط بيتم امتصاصها في الجلد، فهي اكثر امانا وبتديني النتيجة اللي انا عايزها بدون ما تسبب لي اي مشكلة. بقدر ان انا اشد بيها الوش كله، ممكن ان انا اشد بيها الجزء العلوي من زي بالظبط التجاعيد الموجودة في الرقبة كده، تم شدها عن طريق الخيوط. الخيط نفسه بيدخل ببنج موضعي بدون ألم تماما، بيتعمل الموضوع في 10 دقائق، المريض بيشوف نتيجة حوالي من 80-90% وهو موجود في الحال، وبعد أيام بيجي تاني بنراجع عليه وبنشوف وبيبقى وصل للنتيجة النهائية اللي هو اللي احنا عايزين نوصل لها. آمنة تماما، مفيش منها أي مشكلة، لأن زي ما قلت حضرتك الخيط نفسه الاعتماد مش على الشدة بتاعت الخيط، الخيط نفسه بيكون حواليه فايبروزز بعد مع الوقت، يعني في خلال 6-7 شهور بيبقى تكون حواليه فايبروزز وبيمتص الخيط، والفايبروزز اللي هو من نتيجه ماده الكولاجين الموجوده في الجسم في الجلد هي اللي بتعمل لي الشده بتاعه الوجه، فمفيش اي عامل خارجي ان هو يدوم معايا او ياثر عليا، بس فانا اقدر اشد بيها واقدر اعمل بيها كونتورين كمان وارسم بيها الخدين لو مش عايز احقن فيلر او عايز ان الخد ان هو يعني ارفع التهدلات الموجوده في الخد او عايز ارفع منطقه الشعيرين من هنا عايز ارفعها برضو عن طريق الخيوط. طبعا هي بتقعد وقت اطول من الفيلر، وفي حالات ما ينفعش فيها فيلر. ايه يعني هي الحالات اللي ما ينفعش فيها فيلر؟ تمام، حالات الـ يعني غالبا بيبقى فوق سن ال 45 او ممكن اصغر من كده، بس في تهدل كتير، تهدل في البشره، فانا لو حقنت فيلر التهدل نفسه هيزيد معايا، هيبقى في اوفر ويت عليه، فلازم ان انا اشد الاول التهدل الموجود وبعد كده لو محتاج ان انا ازود فيلر ازود، فمش كل الحالات ينفع ان انا اعمل لها فيلر. اوكي. طب هل في طرق تانية ممكن ان احنا نستخدمها عشان نزود نضارة البشرة؟ في ساعات الواحد ما عندوش تجاعيد قوي شكله هو ده اللي كنت بقول لحضرتك عليه، ان هو لو بدا في سن صغير بدا يظهر شويه فاين كده حاجات تجاعيد خفيفه قوي، اقدر ان انا بالكريمات والعنايه في البيت وان انا ممكن اعمل جلسات مالتي فيتامينز للبشره اوصل لها الغذاء كل فتره، وجلسات البلازما اللي الناس كلها بتهيألي خلاص بقت عندها خبره فيها، اللي هو باخد دم واعمل له طرد مركزي وافصل منه عناصر النمو اللي هي البلازما واعيد حقنها في الوجه عن طريق يا اما عن طريق الحقن او عن طريق الناس اللي بتتالم من الحقن او ما بتحبش الحقن، ممكن عن طريق التقنيه الجديده اللي هي الديرما بين اللي هو بيبقى عباره عن الم صغير زي الالم كده وفي سنون رفيعه زي المشط وبيحط الماتيريال اللي انا عايز ادخلها وبعدي. بالعكس هو ساعات كمان بحتاجه ان هو بيديني ريجيفينيشن اعلى للبشره، لانه بيوزع الماتيريال بتاعتي لو كانت بلازما او كانت مالتي فيتامينز بيوزعها لي في كل مكان في الجلد، فبقدر ان انا استفيد منه بصوره اكبر. فده مع العنايه ومع المالتي فيتامينز، لو في يعني بعض الحالات بيبقى عامله دايت وخست كتير وبدا يبقى في شحوب في الوجه، فلازم ان انا بعمل تحاليل اشوف نسبه الهيموجلوبين وبعض الفيتامينز، وبتاخد الفيتامينات في البيت مع الجلسات اللي انا بعملها في العياده بيبدا الموضوع معايا ان هو يبقى افضل. واضح من كلام حضرتك ان تعبيرات الوجه هي اكتر حاجه بتسبب تجاعيد. حقيقي. طب حقيقي. يعني مفيش نصايح كده للستات يعبروا ازاي بوشهم عشان ما يجيلهمش تجاعيد؟ ما يكشروش بس. هو احنا زي ما قلت حضرتك احنا لو استخدمنا السان سكرين عشان نحافظ من الشمس دايما باستمرار، ان الشمس هي يعني مسبب قوي للتجاعيد. شرب كميات الميه بصوره كافيه، المحافظه دايما ان انا ما استخدمش اي كريم لبشرتي غير اللي ينصح بيه طبيب المختص او طبيب الجلديه، ما استخدمش اي ميديكيشنز او اي ميك اب يكون مصادر مجهوله، لازم يكون مكان موثوق فيه ويكون فعلا مناسب لبشرتي. في بعض الكريمات تفتيح وحاجات زي كده طبعا هي يعني للاسف هي مش مناسبه لكل الناس، فممكن من التجارب اللي هو بياخدها ده مكان ده طبعا يعني بيسبب مشاكل كتير. ندخل بقى على الشعر لانه برضو من احد المشاكل اللي بتواجه الناس كتير جدا، واهم مشكله بتواجه الستات هي مشاكل تساقط الشعر. تمام. ايه احنا الطرق في علاج تساقط الشعر؟ احنا عندنا في تساقط الشعر فعلا مشكله كبيره جدا، وبالذات في فتره بعد الحمل والولاده بيبقى في تساقط الشعر بنسبه كبيره زي الصوره دي كده. الهير لاين اللي هو في النص، الخط في النص بيبدأ مكشوف جدا، بقى واسع جدا، لما بنشتغل عليها من ان هي مفيش عندها اي مشكله عضويه بنبدا ان احنا ندي الفيتامينات اللي تقدر معايا انها تطول لي الشعرايه وتوصل لي الغذاء الكافي للشعرايه، وفي نفس الوقت لوكالي في المكان بتاع الشعر بعمل جلسات عندي البلازما وجلسات المالتي فيتامين وبعمل كوليكشن من المالتي فيتامينز، كل كيس وكل حاله على حسب اللي انا عايز اوصل له فيه.
زي ما حضرتك شايفه على الشمال ده، النتيجه دي ممكن نوصل لها ان احنا بنعمل الجلسات ممكن كل اسبوعين او كل ثلاث اسابيع، ممكن في خلال اربع لست جلسات برضو ممكن ان احنا نقدر نوصل للنتيجه اللي على اليمين. الفيتامينات بقى والحاجات الحقن الموضعيه دي، هل هي بتساعد في نمو شعر جديد ولا ممكن بتساعد كمان في تطول الشعر اللي موجود؟ ممتاز، تمام. هي بتعمل حاجتين فعلا. الاماكن اللي بدات تفضى عندي وفيها بصيلات شعر بتبدا تشجع لي المكان ده ان انا اديله غذاء كافي فيبدا ان هو يطلع معايا، مع البلازما بتطلع لي الشعر. الحاجه الثانيه انها بتدعم لي الشعرايه نفسها انها تكون موجوده والتساقط بتاعها يقل. مع طبعا ادويه اللي بديها للمريض في البيت على حسب طبعا كل حاله، حسب السبب في تساقط الشعر، او ان ممكن يكون الشعر ما بيطولش. هو الطبيعي عندي ان كل شهر الشعر بيطول 1 سنتي. ده الطبيعي. نسبة التساقط الطبيعي برضو بتاعي ان هو من 100 ل 150 شعرايا. اكتر من كده يبقى فيه مشكلة. المشكلة زي ما قلت لحضرتك مشكلة لا اما عضوية لا اما مشكلة موجودة عندي في اللوكل بالظبط. فانا بكافح الاثنين، بشتغل على الاثنين في نفس الوقت. وبنقدر الحمد لله ان احنا نوصل للنتيجة. بيقولوا ان فيتامينات الشعر دي بتساعد ان الشعر يظهر في الجسم كله. تمام. بعض الحاجات ممكن تخلي الشعر انه يظهر في منطقه الوجه زياده، بعض الحاجات مش كلها. في بعض العلاجات يعني المرضى بتوع الستات طبعا اللي هو تكيس المبايض. تكيس المبايض بيعلي عندي هرمون الذكوره اللي هو التستوستيرون، فبيزود عندي الصلع اللي هو الالوبيشي اللي هو الصلع اللي هو الوراثي زي صلع الذكور. بنستخدم ساعات بعض المواد بنحقنها فعلا بتزود شويه الشعر في منطقه الوجه، لكن ده مؤقتا وبيروح تماما اول ما بنبطل نوقف. لا، مش كل قصه الفيتامينات العاديه اللي بتتاخد عشان تقوي الشعر دي، ده مش حاجه. لا 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 طبعا لا، انا بقول لحضرتك هي بعض الحالات لو انا قررت ان انا هستخدم الماده دي يعني ممكن النساء. بالنسبه للشعر الزايد طبعا مشاكل البنات قويه جدا، وبعدين البنات بتخاف قوي من بتخاف تتحرق، بتخاف تتلسع، بتخاف من الوجع. لا هو يعني تمام. هو الليزر طبعا اللي هو الهير ريدكشن اللي هو بيقلل نمو الشعر في المنطقه اللي انا عايز اعملها، طبعا الموضوع بقى فيه طفره كبيره جدا. وبقى فيه اكتر من نوع جهاز، ما بقاش جهاز واحد، وفي جهاز مناسب لكل بشره. الموضوع بقى امن تماما، احنا بنقدر نظبط الباور على حسب كل لون البنت، على حسب التايب اوف سكين. وبنبدا ان احنا جرادولي، الموضوع مش بس ان احنا بنشغل الجهاز وان هو يعمل ازاله للشعر، لا، ان انا بقدر ان انا اعلى بالباور معاها، يعني دي احترافيه معينه ان انا اظبط الجهاز بتاعي بحيث ان هو يبقى مناسب ليها يديها الفايده ونقلل تماما نسبه الضرر. انما هو امن تماما. الموضوع بقى يعني ما شاء الله منتشر جدا ومريح جدا. بدل الشيفنج والطرق بتاعتنا اللي بتطلع حبوب على فكره، يعني بتزود الحبوب وبتزود البيجمنتيشن في البشره، التصبغات. فإزالة الشعر عن طريق جلسات الليزر طبعا هي من الحاجات المريحة جدا. احنا بنعمل من 6 ل 8 جلسات، وبتيجي بعد كده كل 6 شهور ممكن تعمل جلسة لمدة سنتين، وبيبقى الموضوع شبه منتهي طول الشعر. ميرسي جدا لوجود حضرتك النهاردة معانا دكتور مصطفى، نورتنا في سيداتي يا نساتي، ونشوف حضرتك مرة تانية ان شاء الله على خير. ان شاء الله. ميرسي. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. منورنا في الاستوديو دكتورة أميرة النادي، اخصائيه جلديه والليزر مراكز نبض، اللي هترد النهارده على كل الاسئله اللي حضراتكم بعتوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير دكتورة أميرة. مساء الفل عليكي. نبتدي؟ نبتدي. جاهزه؟ تمام. يلا بينا. فريده بنوته عملت ريجيم واضح ان هو كان قاسي حبتين، ونتيجه حصل كده شويه تجاعيد في اماكن مختلفه في بشرتها، فبتسال هل ممكن يعني تعمل ايه، وهي واضح الناس انها مش كبيره قوي. بس واضح مدام هي بتسال يبقى عملت ريجيم قاسي زي ما انت بتقولي. جاتني الاسبوع اللي فات في العياده واحده عندها 45 سنه او 43 سنه، كانت نازله 37 كيلو. yeah. 37، فهي كانت اوبيز فات قوي. وشها بقى كله مترهل. الترهل بيبدا معانا من فين، اللي هي حاله فريده بالظبط؟ لما الخدود الفات اللي فيها بيبدا يخس خالص وينزل من الخدود، بينزل معاه منطقه الفك الجاولز، كمان تشد معاه الرقبه. في الحل ده ما عندناش حل مع فريده غير الشد بالخيوط. بس سنه صغير؟
فريدة من احنا بنبدأ شد بالخيوط، في خيوط للنضارة وخيوط للشد. ولكن فريدة هي ذكرت اسمها كام سنها لا كام؟ لا ما ذكرتش ازاي سنها بس يعني، ولكن التهدل اللي بيبقى شديد. امسك الجلد ويبقى فيه ترهل اكتر من السنتي ونص لاتنين سنتي ده ما ينفعش معاه فيلر بس. كل ما هعمل فيلر انا كده بخلي التهدل وترهل يزيد اكتر في الجلد. دي سنها كبير. دي سنها كبير. لا دي سنها كانت معدية الستين سنة لكن برضو مشت في نفس السيكونس بتاع فريدة، خست وبعدين لو ركزنا في منطقة الفك عند الفكين الجلد بقى مترهل. ده الكلام اللي احنا بنقوله. مدام انا ما بحبش اخس والله يا دكتورة يعني. انت جميلة انت مش محتاجة حاجة. ده الكلام للناس اللي محتاجة تزيد جمال يعني. على فكرة مش كل الناس اللي جميلة اللي مش جميلة محتاجة تعمل تجميل. طبعا ده بالعكس، مستقبل الست الجميلة اصعب جدا لو ما اهتمتش بجمالها. صح. فهو التجميل مهوش مهمة. طبعا لازم الواحد لما يكون عنده اسيت يحافظ عليه. طبعا انت جميلة ومحتاجة تحافظي على مستقبل جمالك. صح. فبالنسبة لنا احنا كحالة الترهل ده لما بنقدر نمسك زي في الصورة بالظبط بنمسكه اكتر من سنتي ونص لاتنين ده كده شد خيوط، وبنحتاج احيانا معاه فيلر. احنا لو ركزنا احنا هنا شدينا بالخيوط في الصورة، شدينا بالخيوط منطقة اسفل الخدود عند الفك عند الجاولز، ورفعنا سنة كنتور في الخدود ان خدودها وقعت. فاضطرينا ان احنا نحط سنة فيلر امبول فيلر كده في الناحيتين عشان نظبط بيه المنظر كامل. تمام. طيب يبقى فريدة لازم تروحي تشوفي الموضوع ده يعني هي تيجي احسن. طبعا هي اكيد بقى شكلها اجمل لما خست، ولكن الوش طبعا بيبين قوي. لا عشان كمان يتعرف سنها ينفع معاه ايه، وجايز هي تكون مقدره الموضوع وحش قوي، لكن هو لما انت تشوفيه كدكتوره تقولي محتاجه شويه. ما هو اللي بيبين علامات السن الرقبه والايد بس، خلاص ما بنعرفش نداريهم بالمنتيات بعد كده ونلبس هايناك. طيب شيرين بعد الولاده عندها بقع غامقه في اماكن مختلفه وستريتش ماركس كتيره جدا. طبعا طبعا الزياده والنقص في الوزن، الناس اللي بتلعب رياضة عنيفة فجأة مرة واحدة ده كله بيساعد على ايه؟ الجلد اتمزق، الطبقة الخارجية بتاعت الجلد سواء في البطن سواء في الـ في الـ في التنايات بتاعت الدراع. في الفخذين الكلام انت شايفة هنا في الصورة الستريتش ماركس دي. الستريتش ماركس دي خطوط اتحولت لبيضة، هي بتبدأ الأول لونها أحمر ده تمزق الجلد الطبقة الخارجية اللي هي الأدمة. لو معاها شوية أوعية دموية فبتدي لون الأحمر، لو نسيناها واهملناها وما ركزناش في اللي بيحصل في جسمنا بتحول الخيوط الخطوط البيضة من الاسترتش ماركس، وطبعا دي منها انواع تروح. ايه فعلا بتروح 100% تروح، لكن احنا بنحفز الدوره الدمويه الموجوده في المنطقه عن طريق حقن الكاربوكسي، عن طريق الديرما رولر، عن طريق تفتيح الاماكن الداكنه. هي طبعا اكيد عندها ما بين الفخذين والثنايا بتاعه جسمها او اندر ارم المناطق الحساسه ده كله بيبقى بيتحول برده لالوان غامقه. فاحنا بنيجي بنعمل جلسات الكاربوكسي ده عباره عن ايه؟ حقن ثاني اكسيد الكربون تحت الجلد. ليه ده بيودي الستريتش ماركس؟ ايه فكرته؟ ان بيبعت مسج للجسم ان المنطقه دي غير مغذاه بالدم المحمل بالاكسجين. فايه اللي يحصل؟ بسرعه الدوره الدمويه تزيد في المنطقه دي مع استخدام جهاز الديرما رولر. ده جهاز ليه طريقه معينه للسنون بتحفر في الجلد باسلوب معين عشان تهيج الكولاجين وتقويه الجلد والمرونه بتاعته. تمام. جلسه في الثانيه في الثالثه خلال شهر بتبان اول نتيجه. الجلد يبتدي لونه يبقى احسن، مع طبعا لو قدرت كمان تساعدنا تلعب رياضه، وفي ناس بتبقى مكبره دماغها من الموضوع فبنزود الجلسات مرتين كمان. طيب اماني حصل عندها ترهل في الخدود عندها 25 سنه. انت مش عارفه ليه؟ طبعا احنا عارفين يعني ترهل في الخدود. طبعا بالنسبه للسن ما هواش تقدم او شيخوخه، لان لو تقدم وشيخوخه بياخد الجاذبيه الخد وبينزل. فاماني اكيد عملت دايت، او هي كانت ماشيه على نظام غذائي مش مركزه من غير ما تعمل دايت، وبمرور الوقت الفات بتاعت الخدود نزلت منها تماما، بقت الخدود تحسيها جلد على عظم، بيبقى طبعا شكلها وحش قوي. لان يماني عندها 25 سنه 45 سنه. طيب احنا بعد سن ال 40، انا سمعت غلط سوري، بعد سن ال 40 بتبدا تظهر في الوش علامات بقى الترهل والخدود بتقع. ليه؟ بفعل الجاذبيه. تمام. بالاماني الموضوع ده سهل قوي، طبعا هي اكيد متضايقه لان الموضه دي دلوقتي دي غالبا 45 سنه كانت موجوده دي. الموضه اللي طالعه دلوقتي كل الناس تقول لك عايز اعمل كونتور للتشيكس، كونتور للخدود، كونتور للشفايف.
فطبعا الموضوع ده بسيط خالص، نوع معين من الفيلر، لان في انواع معينه للفيلر، مش اي حقنه فيلر تتحقن في اي مكان في الجسم. احنا في حاجه لتحت العين، عشان تحت العين رقيقه وخفيفه خالص، ليها فيلر معين عشان نبان ناتشرال. في للكونتور الخدود، وده بيبقى اقواهم واشدهم، لان هو ده اكتر فيلر بيقعد معانا لغايه سنه ونص. مثلا الناس اللي بنحقن الشفايف بنبقى محتاجين نعمل كونتور او فوليوم، طبعا بكل حد على حسب احتياج كميه الترهل الموجود او الخدود نزلت قد ايه. تمام. طيب شيماء عندها هالات سوداء والجفن العلوي بتاعها بتقول ان هو الداخل لجوه جدا، ازاي تقدر تعالج المشكله دي؟ الداخل لجوه لان هو وقع. احيانا بنلاحظ ان في ناس جفنها العلوي بيقع بيشد مع الحاجب كده، فبتبقى الجلد وهي ما بتتكلم واقع. تمام. الهالات السوداء ده بالظبط زي الصوره بالظبط، احنا الصوره اللي على الشمال بتبين وهي لما شعرها قد ايه الهالات السوداء تحت العين. طبعا ده نظام تغذيه غلط، كافيين، القهوه، لو الكحول، كل دي اسباب التعرض للشمس، الاملاح الكتيره اللي في الجسم. المنطقه دي نقدر نميز بيها كميه السموم الموجوده في الجسم. لو نلاحظ في ناس بيبقى عندها اول ما بتشوفيها تلاقي تحت العين دايره كده اسود، ليه؟ الدوره الدمويه مش منتظمه، الدم مليان بالمواد السامه، فانت شايفاه، انت متخيله؟ لان الجلد مفيش هنا طبقه دهون تحت العين، يعني طفيفه جدا، الحته دي شفافه ورقيقه جدا، فهي بتبين الدم اللي ماشي في الجسم هو دم نقي ولا دم فيه مواد سامه من الناس اللي بتموت في القهوه والكافيين والالكحولز والكلام ده كله. حقنا طبعا تحت العين فيلر خاص يا جماعه بحقن الفيلر تحت العين، لان في ناس بتحقن فيلر تحت العين وبتجيني عينيها ورمه ومنفوخه ومزرقه. لازم نبقى فاهمين ان كل حته في جسمنا في الوش او في الثدي او مناطق معينه لما بنحقن فيها فيلر، كل حته محتاجه نوع مميز ومخصص للمنطقه دي عشان تبان ناتشرال زي الصوره اللي احنا شفناها دلوقتي. وده بتبان في نفس الجلسه في نفس الوقت واحنا قاعدين. نتيجه بتبان، تبقى ماسكه المرايه اقول لها ايه رايك، طب تحبي نزود نقطه، طب كفايه كده عشان نبان اللوك ناتشرال. الكلام ده كله بيبان واحنا قاعدين مع حقن نفس الكاربوكسي اللي احنا بنحقنه للستريتش ماركس حوالين العين، لان احنا اتفقنا ان الدوره الدمويه مش شغاله كويس. بنحقنه برده حوالين العين، بنتقابل كل اسبوع، ده لو حالات اللي هي السيفير العنيفه اللي هي من بعيد كده يبان حفره سودة. تمام. لكن اللي زي البنت العسوله اللي كانت في الصوره، من اول سيشن واحنا قاعدين الفيلر بيظبط الدنيا، بيظبط. طيب محمد شعره خفيف جدا وخايف انه يحصل له صلع، ازاي ممكن شعره يتقل وكمان يحافظ على انه ما يحصلوش صلع؟ تمام. هو محمد كده واضح ان هو في سن تحت الثلاثينات، ما دام خايف هو اكيد عنده عنصر صلع وراثي في العيله، اب عم خلق الكلام ده كله. فيا محمد من فضلك عايزين نقول لك انك تعمل جلسات البلازما مع حقن فيتامينات معينه ومواد معينه لتهيج البصيلات وتكوين الخلايا الجذعيه، كمان بنحقن خلايا جذعيه في فروه الراس عشان نصلح التالف منها ونجدد تكوين الخلايا الجذعيه. يعني لما محمد بيجيني فيه شعر كتير واقع منه ومش عايز يزرع، احنا طبعا الحالات اللي بيبقى فيها صلع كتير بيبقى باين بنزرع خلاص، لكن محمد هو خايف من نقطه الزرع او عايز ياثر الموضوع عليه عشان ما ندخلش في موضوع الزرع، بنبدا نعمل جلسات البلازما. البلازما دي بتبقى عباره عن ايه يا جماعه؟ كلنا عارفين بهاريز الدم زي ما حنان بتقول. البهاريز، كلمتك الشهيره البهاريز. احنا بناخد الدم، الصفائح الدمويه، البلازما مليانه صفائح دمويه اكتر من 150 الف بيبقى متجمع في بعد عمليه الفصل، وبعدين بنبدا نحقنها في فروه الراس. محتاجين نزود معاها خلايا جذعيه او فيتامينات او مواد معينه للتكوين وتهيج الخلايا، ان هي البصيلات اللي مش قادره تطلع شعر بنحفزها تطلع، والضعيفه منها بتتقوى. بالنتيجه بتبان من بعد اول شهر من حقن البلازما مع الجلسات. ليه؟ بيبدا تلاقي يا دكتور انا شعري ابتدى ما بيسقطش زي الاول. تمسك شعرها اللي كانت جاياني العياده او محمد اللي كان بيجي يقول شعري بيقع قدامي، الشعر ما بقاش بيقع زي الاول. دي اول نتيجه من نتائج البلازما الخطيره، ان احنا تاني مره بنبدا نلاقي الشعر بيبي هير صغنن ابتدى يطلع في مقدمه الراس وفي المناطق اللي ما كانش فيها شعر خالص. ده بيحفز الناس انها تيجي. بتساعد ان الشعر يطول كمان ولا لا؟ طبعا
انت لما تبقى بصيله متغذيه وفي جو يساعدها كله تغذيه في جو يساعدها انها تطلع شعره صحيه، ايه اللي يخلي شعرها ما تطولش؟ بالعكس احنا كمان عندنا للبنات مهووسه دلوقتي، عندنا حاجه نازله سوق جديده جدا اسمها الايسل. دي خلايا جذعيه، بدل ما بنقعد نتشك ست جلسات احنا بنتشك مره، بنحقن خلايا جذعيه بتركيز عالي جدا، طبعا بنتبني كويس مش بنبقى حاسين ببنج خالص، وبنحقن الاي سيل او الاي ماتريكس في مقدمه الراس او في المناطق اللي فيها عجز، بتبدا تعمل البيزمنت ممبرين اللي هي بتاع الخليه البيز اللي ضعيف المتهدل اللي ما بيطلعش شعر، بتقويه بالخلايا الجذعيه دي. بتبداي تاخدي فاصل بعد شهر حقنه بلازما، وبعدين نرجع تاني نعمل اي سيل وخلصنا الكورس بتاعنا. يعني لو جاياني عروسه حد قدامه وقت قليل 3 شهور او شهرين على الجواز، الكورس يعدي بسرعه جدا. الكورس ما بياخدش معايا شهرين ونص، هم حقنتين وفي النص بنبقى بنقوي اللي احنا بنعمله بالبلازما، ونتيجه بتبقى سريعه جدا. لكن لو حد عنده مثلا محمد لسه قدامه سنه ويتجوز، فبنيجي بنتقابل بنعمل جلسه البلازما، بناخد علاج، بنفهمه الميه السخنه يا جماعه بتدمر الشعر، الميه السخنه بتدمر الشعر في الوقت، احنا لما ايدينا بتيجي على الميه السخنه غصب عننا بنتلسع وبنصرخ، الشعر ما بتعرفش تصرخ. لما بنستخدم الميه السخنه على شعرنا بتموت وبتتهدل واحنا مش واخدين بالنا. تمام. طريقه غسل الشعر مش اي كيماويات بتتحط على الشعر، مش اي نوع صبغه، مش كل حد يقول لي وقفي شعرك واعملي كيرلي اخليه ناشف، لازم احافظ بين الوقت والتاني ان يبقى فيه زيوت طبيعيه، ربنا خلق الشعر اصلا بتلمع وفيها زيت طبيعي. ناخد بالنا من الحاجات دي كلها. تمام. كريم عنده 25 سنة وبيقول ان وشه بايظ جدا من الحبوب واثرها وتعالج كتير بس مفيش فايدة. تمام. هو كريم كده يعتبر في خارج من التين ايج اللي هو بيبدأ مثلا من ال 17 لغاية ال 25. احنا دلوقتي كمان في ناس بتجيلنا 45 و 40 سنة عندها حب شباب، وبتيجي بتتفاجئ بقول لهم حب شباب يا دكتور طب انا سني كبر، حب شباب دلوقتي بقى واخد كل الاعمار ملوش سن. عايز اقول كريم احنا محتاجين نعمل جلسات فراكشنال ليزر. فراكشنال ليزر ده شعاع بيتوجه على سطح الجلد عشان المسام اللي بقت واسعه، الافرازات الدهنيه زادت، الفطريات دخلت في المسام، اذا اتكون لي حب الشباب. في امل، بس الموضوع بياخد معانا من 3 لـ 6 شهور. طبعا كريم اكيد سايب نفسه مش اقل من سنه سنتين. حب شباب لما بيجي بنقعد بنركنه خالص، المسام بتوسع، بنبقى مش مركزين، بنقف قدام المرايه شايفين مسام واسعه ومش واخدين بالنا، بتتحول معانا بمرور الوقت مع استهلاك البشره والشمس ومفيش واقي شمس والكلام ده كله. بنحتاج نعمل جلسات الفراكشنال ليزر ليه؟ عشان تقويه ومرونه الجلد مره كمان، اعاده تصحيح الجلد، لان في ناس بتبقى عندها حته عاليه وحته واطيه، حفر، الحفر اللي بتبقى موجوده، السكارز العنيفه اللي بتبقى موجوده بعد الاكني اللي ما اتعالجتش، بيبقى محتاجين نعمل إعادة تفتيح للوجه اللي بقى كله تصبغات. ما هي هتسيب حفرة كبيرة، مسام واسعة شكلها بيبقى صعب جدا، يا إما هتسيب تصبغات على الوش برضو شكلها مش مقبول للبنات وللأولاد دلوقتي، بيبقوا مكسوفين ينزلوا الشارع، بيبقوا مكسوفين يخرجوا. بنبدأ نعمل جلسات الديرما رولر اللي بنستخدمها للستريتش ماركس زي ما اتفقنا، ليه؟ لتحفيز الدورة الدموية، وبتبدأ المسام تقرب من بعضها. فعلا بتبدا المسام تقرب من بعضيها واعاده تصحيح للجلد، ريسيرفيزنج، تخلي السطوح كده تقرب من بعضها وتصاحب على بعضها تاني، لان الموضوع من الاول كانت مشكلته ان احنا وسعت مننا المسام ما عرفناش نسيطر على الوضع، فبنبدا نرجع كل حاجه لطبيعتها. جلسات الليزر بتاخد من 4 لـ 6 جلسات ليزر، النتيجه بتبان من بعد اول سيشن، بنتقابل كل شهر بنعمل جلسه مع الديرما رولر، بنستخدمها في العياده، بنعقمها، بناخدها في البيت طول ما احنا قاعدين، نبقى باصين في المرايه وبنساعد وشنا ان يبقى فيه مرونه ونضاره تاني زي بيبي فيس زي ما كنا في الاول. تمام. في امل يعني، في امل. ده احنا عندنا كمان الكربون ليزر، ده كيو سويتشد اندياج ليزر، ده جهاز جديد خالص للمسام الواسعه، للكلف، لاثار الحبوب الباقيه، للنمش، الناس اللي متضايقه من وشها، اللي بتبقى مغطيه وشها وخايفه تخرج قدام الناس، في علاج للكلف والنمش والمسام عن طريق الكربون ليزر. بنستخدم الفحم اللي هو الفحم الاسود، بنحطه على الوش، بعد كده جهاز نوع مختلف اللي هو الكيو سويتشد اندياج، بنحطه بمجرد ما بيضرب شعاع الليزر الكربون بيختفي في نفس الدقيقه. بيختفي في نفس الدقيقه الكربون. انت بتبقي داخله وشك كله اسود فحم، بتبقي خارجه ما فيهوش ولا نقطه فحم. ليه؟ لان الكربون بيتعشق
وبيحضن الكلف والنمش اللي موجود والمسام اللي فيها روز سودا والكلام ده كله. بمجرد ما بنضرب شعاع ليزر على الوش التكه دي بتسحب معاها الكربون بالحاجه المتعشقه فيه. وده علاج جديد خالص في السوق ومش ناس كتير عندكم. الكيو سويتشد اندياج ليزر اللي هو الكربون ليزر لعلاج الكلف والنمش والمسام والروس السوداء والكلام ده كله. ميرسي جدا لوجودك النهارده دكتوره اميره، دايما بتفيدينا الحقيقه ودلوقتي قلت لنا معلومات هامه جدا لكل الناس اللي عندها المشاكل دي، لانها فعلا بتضايقهم قوي يا حرام وبتاثر على نفسيتهم، واهم حاجه هي النفسيه. اهم حاجه انت جميله يا حبيبتي. ربنا يخليك. ميرسي. دي كانت حلقتنا النهارده. بكره يوم الرجال، اليوم الخاص بالرجال، هيكون عندنا حلقه طبعا بتبقى ضرب نار دايما يوم الرجال ده، علشان بيبقى عندنا مشاكل وخناقات كتيره جدا، لكن هنحاول نهدي اللعب شويه علشان المركب تمشي زي ما بيقولوا. نشوفكم بكره ان شاء الله على خير والسلام ختام.